حلقة جديدة من أحلى صباح مشاهدينا بترجع بتطلع عليكم بالتوقيت نفسه يوميا بتمام الساعة 9 عبر شاشة تلفزيون لبنان. وين ما كنتوا عم بتابعونا بنرحب فيكم لهيدي الصبحية الجديدة لساعتين ونص من الوقت مع مواضيع متعددة، ضيوف أيضا من مختلف الاختصاصات والمجالات، على أمل فعلا هذه المساحة من الوقت نكون من خلالها قادرين نوصل لبيوتكم، نوصل لكل الاهتمامات اللي أنتوا عم بتفكروا فيها. لليوم بهذه الصبحية بترافق أنا وزميلي شادي. شادي صباح خير. جو صباح خير لك وصباح خير لكل المشاهدين يلي هنهار هيك عم يبدأ عند كل واحد منا، ومثل صحيح. كل ما نهار ببلش وشمس بتشرق منقول مندعي لله ومنقول خير ان شاء الله يكون هالنهار خير على الجميع. تماماً يا رب. تماما، يعني وكانه اللبناني بعتقد بطل عنده الا انه يطلع للسماء ويقول يا رب. بتعرف شادي اوقات بنحط اهداف لحياتنا، بنرسم طرق، بنرسم اشياء لتكون ظروف الحياه اصعب واقوى وخلينا نقول اشد بكثير مما نحن بنعتقد وبنفكر. بعتقد صوره السيده اللي شفناها يوم امبارح بالشارع اللي عم اللي حاطه كلوتها، يعني بدها تبيع كلوتها، ما بعتقد ولا مره كانت مفكره هيك. بعتقد كانت مفكره تعمل عيله، تودي اولادها على المدرسه، تكون الصبح عم تعمل لهم اكلهم زوادتهم، بعد الظهر تحضر لهم غدا. كانت بتحلم بحياة طبيعية، ما حدا منا بيحلم إلا بحياة طبيعية. ظروف هذا البلد واستثناءات هذا البلد اللي للأسف أوقات يمكن بيقدم كتير إشياء لأبنائه ولكن بيحرمهم من كرامتهم. صحيح. الكرامة هي أهم من أي نقطة، والسيدة اللي شفناها مبارح كلها كرامة، يعني خليني أقول ما شحدت. وهون المفارقة، ما بعرف أنت شو رأيك شادي؟ تعرف يمكن اللي بيوجع أكتر هي وجود ابنها حدها، أنه اللي عم تعمله عم بتطالب بكرامتها، عم تصرخ وجعها، وابنها يلي من المفترض يكون عم بيعيش حياة طبيعية ولا طبيعي مثله مثل غيره ما ينحط بهيدا الموقف. ولكن هالسيدة هي عينة عن كتار من اللبنانيين، عينة من كل واحد منا عم يشحد كرامة بهذا البلد، عينة من كل واحد عم يشحد طبابة، عم يشحد ليرة لحتى يستمر. وأكبر عينة كمان شفناها هي ناجي الفلايتي كمان يلي كرمال 1000 ليرة وكرمال طبعا. لأنه مدجون على 700,000 قتل حاله. ويمكن في ناس بنهار واحد عم تصرف هالمبلغ يلي هو ما يعتبر مبلغ كبير نسبة لهيك شخص اعتبره مبلغ هالقد باهظ يعني. فهذا شيء بيوجع وشيء مؤسف وشيء بحطنا قدام انسانيتنا اليوم. صحيح. يعني شادي اليوم مشهد السيده اللي يعني عم بدها تبيع كله، طب بعتقد كل اللبنانيين توقفوا عنده، يعني كل اللبنانيين وكانه كلنا عم نفكر انه نحن اذا مش اليوم دورنا بركي بكره، يعني ما حدا رح يسلم من اللي عم بيصير. وبكل احوال عندها شهامه هيدي السيده، يعني اليوم طبعا في وجع في الم كبير ولكن في شهامه وفي كرامه، يعني مره ما مدت ايدها لتشحد، مره ما غلطت، ما راحت لمحلات فيها غلط، انما قررت انه تكافح وتناضل بالاشياء الموجوده عندها. انا بقول يعني الف والف تحيه لهيدي السيده. بكل احوال شادي الازمات عم تتراكم وعم تكبر وعم تزيد يوم بعد يوم، يعني بعتقد ازمه الرغيف وازمه الخبز اليوم وايضا صرخه اصحاب المطاحن وصرخه اللبناني بحال رح يزيد سعر الرغيف، ازمه البنزين اللي بعد ما في حل واضح لها، يعني في حلول مؤقته عم بتصير ولكن صحيح. حل ورؤيه واضحه كمان ما بعرف لوين رح نمشي بهول حتى الشيء. للاسف يعني صحيح رح نشوف الفيديو للسيدة لأنه ضروري نوجع وضروري نقرص وضروري صحيح. نعلي الصوت وضروري بكرامتها نعلم كل شخص ما عم يتعلم وما عم يسمع. ولكن تتمة للحديث اللي عم بتقوله، كمان السلع الاستهلاكية اليوم يعني ببعض المتاجر عم بتكون يلي هي الأكل، الغذاء، الأشياء، المعلبات، الأشياء اللي بنشتريها ببعض الأماكن عم يستفيدوا وعم يستغلوا هذا الوضع. فاليوم كمان في مناشدة ما نلتهي بس بالوضع الراهن، أكيد ضروري نلتهي ونكون عم نحل الأزمة يلي عم نمر فيها، وأكيد رح تنحل، ما في مرحلة إلا ما بتخلص. صحيح. ولكن بنفس الوقت ما نخلي الأشخاص يلي عم يستفيدوا وعم يستغلوا هيدا الظرف إنهم يكونوا هيك عم يسرحوا تماماً. ويمرحوا مثل ما تماماً. تماماً. يعني كمان الناس اللي عندها ستوكات بدها تروق شوي على وضع، يعني صح. مش كل حدا عنده ستوك اليوم اللي يستفيد من فرق الدولار للأسف اللي هو بالسوق الموازية للسوق الرسمية للدولار. يعني الناس كمان بين مزدوجين ما فينا ناكل بعضنا
للاسف اوقات البعض بيروح لهذا الاطار ونصير لا بدنا نرفع بدنا نستفيد. يعني ما انت ستوكه موجود عندك صح. لازم تبيعه. يعني بعتقد الضمير مهم جدا بحياه المواطن المسؤول الرئيس مين ما كان يكون وين ما كان يكون. الضمير هو اهم شيء بخلاله بيقدر يتحكم بيقدر الانسان يتحكم بحياته كيف قدر يشتغل وكيف قدر يتواصل ايضا مع الثاني اللي موجود بنفس المجتمع هو بيه. على حال صرخة إنسانية رح نرجع نعليها لو بدنا نشوف الفيديو لحتى يوعى مش بس ضميرنا لأنه ضمير الشعب واعي جدا وكافي أنه يهز بلد ولكن ضمير المسؤولين لازم يوعى أكثر بصرخة المواطن. رح نسمع لصرخة هذه السيدة الصرخة النبيلة يلي فيها الكثير من الإنسانية ونرجع نتابع. عندي ولدين ابني عمره 9 سنين عنده مشكلة بقلبه ما عم بقدر اخده عند حكيم اوكي. شغلة تانية عندي بنت صغيرة عمرها 2.5 سنين وعندي امي مرة مريضة ساكنة معي بقلب البيت. جوزي صار له 12 يوم تقريبا موقف اوكي وانا صاحب البيت اليوم الساعة 8 على القد جاي ياخد مني مفتاح البيت ويكبني برات البيت وانا ما عندي مطرح اقعد فيه انا وولادي وامي. اللي عنده حل تاني غير انه بيع كليتي انا مستعدة اعمله. الحل الثاني انه يكون عندنا بلد، الحل الثاني انه يكون عندنا انسانيه، والحل الثاني انه يمكن هيدي الصرخه طلعت للعلن ولكن جوا اكيد مثلها صرخات كثيره في صرخات كثيره بعدها مخبيه يمكن مش قادره توصل، ما حدا صورها، ما حدا وصلها، ما حدا علا الصوت من خلالها. يعني يا ما في ناس ساكته على وجع ألمها على على سوداويه الايام اللي عم بتمر فيها. وبتنكون واضحين يعني مش هول 45 يوم وال 50 يوم عملوا كل هيدي الازمه، هول الاشياء طلعوا. في ناس كان عندها هاجس انه تحكي او عندها خوف انه تحكي، يمكن هول كم يوم اللي قطعنا فيهم خلوا العالم تحكي لاكثر ولا اقل، ولكن الوجع موجود ومغلغل بكثير محلات. بكل احوال شادي قبل ما نروح للطرقات كنا حكينا عن ازمه الرغيف، كنا حكينا عن البنزين، ما فينا ننسى موضوع المدارس ابدا والاساتذه يعني وموضوع نصف المعاشات اليوم كمان للاساتذه. يعني للاسف ما كثير نحن يمكن كنا بنفضل انا وياك نطلع نحكي ثقافه وفن وامور يعني بتشبه هذا البلد وموسم كريسمس، ولكن بدنا نقول كمان المدارس اللي راكمت ارباح على مدى سنوات وسنوات كمان مش حلو من اول شهر وشهرين ازمه فجاه دغري تعاقب اساتذه بهيدي الطريقه. كمان بدنا برجع بقول الضمير هو اهم شيء بكل هيدي الفتره، وحتى الهزه الاقتصاديه اللي ممكن تاثر على القطاع العام وعلى رواتب الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وغيرها. يعني ان شاء الله ما بتتفاقم الازمه اكثر من هيك، هيدي رجينا وهيدا صلاتنا، ولكن دائما في ايجابيه، دائما مع كل نهار جديد بنطلع له لحتى نشوف كيف بدنا نكون عم نتعلم لحتى نقدم فشخة لقدام. وكمان صبحيتنا بتابع بظل كل المواضيع الإنسانية، بظل كل المواضيع الاجتماعية اللي عم نمر فيها وهالفترة الحساسة، أكيد في مواضيع في ضيوف بينضموا لنا. مع ريتا شمالي مستشارة تنمية المشاريع بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة، بنحكي عن مشروع بشراكة مع اليو ان وومن بكل تفاصيل هيدا الموضوع، لأنه أيضا الإمرأة المعنفة رح يكون في مخطط ورقم ساخن وأيضا متابعة على هذا الموضوع من إبلون. منتابع أيضا مع المصور الصحفي علي سيف الدين، المصور دائما يلي بيأرشف اللحظات، صورة يلي بتأرشف لحظة ممكن نخسرها للأبد. بنحكي عن مسيرته بهذا الإطار، عن متابعة بالصور الصحفية الفنية وسواها وأيضا بفترة الحرب. منتابع كمان مثل ما كلنا بنعرف الليلة عيد البربارة، هالعيد يلي الولاد بينطروه من سنة لتانية، البعد تبعه، القناع يلي اتخبت من خلاله القديسة بربارة لحتى تهرب من ظلم وقمع والدها الحاكم الطاغية، قد بيشبه هيدا الشيء اليوم مجتمعنا، وقد التزلف يلي عم نشوفه اوقات على مواقع التواصل الاجتماعي هو قناع بحد ذاته لحتى تسقط الاقنعه وتبدا جليه الحقيقه. نحكي بالبعض الديني لهيدا العيد مع الاب الدكتور نجيب بعقليني. ايضا الليله ضمن فعاليات بيروت شانس، لانه كمان بيروت مثل ما بتعرف تنتفض، مثل ما بيروت بتعرف تعيش الحرب والسلم، وبيروت الحلوه بنسى دائما، بيروت أيضا بترنم فترة الميلاد مع مجموعة من الكونسرتس من بينهم الليلة
كونسرت مميز جدا مع الفنانة جاهدة وهبي، باختصار رح نحكي عن هيدا الموضوع، وأيضا بخلال لقائنا اليوم مع جمعية أصدقاء المعوقين منحكي أكثر بإطار عمل هالجمعية، وين حقوق المعوقين اليوم بمجتمعنا، وقد ايه موضوع الدمج وحضور مهم وأساسي. وأكيد فقرات الثابتة من رياضة، أحوال تأس وأحوال طرقاتي، فقرات دايما منتوقف عند البداية مع أحوال طرقاتك، إذا ما كنتوا بعد مشيتوا من بيوتكم لتشوفوا كيف حركة السير مباشرة من غرفة التحكم المروري. طالب برو صباح الخير. صباح النور. شو أخبارك؟ صباح المشاهدين. أهلا وسهلا. طالب حطنا أكثر بأجواء الطرقات على أبرز المعابر المؤدية للعاصمة بيروت، تفضل. مثل العادي بنبلش من المدخل الشمالي، الحركة طبيعية، السير جاي من جوني باتجاه نهر الكلب وبالعكس، بتكمل طبيعية للضية، بتبلش تصير كثيفة ابتداء من جسر عمق الياس، ايضا الطريق البحري باتجاه بيروت عم تشهد حركة كثيفة، شل الديب ايضا باتجاه نهر الموت، من نهر الموت ببلش تصير ناشطة باتجاه الدورة وبوليفار سن الفيل، الدورة كمان ناشطة باتجاه الكارنتينا، ومن الكارنتينا باتجاه شارل حلو، وصولا للصيف باتجاه وسط بيروت الحركة عم تكون ناشطة. تقاطع الجديدي بوليفار سن الفيل الحركة عم تكون كمان ناشطة، ايضا الصالومي كمان مثل ما شايفين الحركة ناشطة، المدخل الجنوبي الحركة طبيعية على تقاطع المدينة الرياضية وايضا اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، من جسر الكولا باتجاه نفق شوي عندنا حركة كثيفة، وبتكمل ناشطة باتجاه وسط بيروت من نفق سليم سليم. المدخل الشرقي الحركة المليارزي عم تكون ناشطة حتى الصياد، اللي مكمل من الصياد باتجاه رئيس إميل لحود، وأيضا جسر برج حمود باتجاه الأشرفية، كذلك الأمر جسر العدلية باتجاه الأشرفية. داخل العاصمة منبلش من العدلية، الحركة عم تكون كثيفة من المتحف باتجاه العدلية، من قصقص باتجاه شارع الخوري حركة من ناشطة لكثيفة، كورنيش المزرعة طبيعية، تقاطع برج الغزال الأشرفية الحركة عم تكون طبيعية، وأيضا تقاطع برج المر الحمراء الحركة ناشطة، وأخيرا الواجهة البحرية عين المريس الحركة عم تكون طبيعية. في عنا بس منشير أنه في لا تزال بالشمال ساحة النور، بعد الطريق انسكر عن ساحة النور، وأيضا بالبقاع مفرق غزة. بالنسبة للإحصاءات خلال 24 ساعة الماضية تسجل عنا 12 حادث، للأسف نتج عنهم قتلين و12 جريح. محاضر السرعة الزايدة 297 محضر سرعة زايدة. هذا كان كل شيء لليوم. شكرا لك طالب برو مباشرة من غرفة التحكم المروري. مشاهدينا المحطة التالية بصبحيتنا منتوقف عندها، هي هي الرياضة مع الفتنس كوتش سائر حسكور. شو محضرنا لليوم؟ منتابع سوا. مشاهدينا عودة لكم لنتابع صبحيتنا من جديد، برحب فيكم وين ما كنتوا عم بتابعونا، وطبعا لكل اللي انضموا لنا بهذا الوقت تحية صباحية، على أمل دايما تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا. لكل اللي حابين يعرفوا شو حملتنا الأيام القليلة المقبلة بموضوع أحوال الطقس سوا، منروح باتصال مباشر إلى مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي، بينضم لنا أستاذ محمد كانش. صباح الخير. صباح النور. يا هلا أهلا وسهلا فيك معنا بهذه الصبحية. يا هلا. يا ريت حطنا بأجواءنا لو سمحت. بالإجمال طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على الحوض الشرقي المتوسط. نعم. الطقس مستمر معنا لمساء بكرة. أوكي. اعتبارا من بكرة منبلش نتأثر بمنخفض جوي حيكون ماطر وبارد نسبيا. يعني فينا نبشر الناس اعتبارا من بكرة حيبلش في تغير محسوس بده. نعم. ألو. وهالشي حيضل يتطور لنهار السبت. السبت حنشعر ببرد وحيكون عندنا ثلوج على 1400 متر. نعم. تقريبا.
اليوم طقسنا قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يسكر درجات الحراره وضباب محلي على المرتفعات. بهالاثناء درجه الحراره ببيروت هي 19 درجه والرطوبه عم تكون بحدود ال 45%. نعم. بالنسبة لبكرة قليل الغيوم ببلش طقسنا بيتحول لغائم جزئيا ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية بيتحول لغائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ورياح ناشطة. ونهار الخميس حيكون غائم جزئيا لغائم انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات وحيكون لنا تساقط أمطار متفرقة بتشتد أحيانا. تمام. حتكون مترافقة برق وراد وسرعة رياح كمان ناشطة وتلج على 1800 متر وما فوق. نعم نعم نعم. يعني هيدي يمكن أكثر مرة بيوطي فيها التلج والسبت حيوطي أكثر إن شاء الله. نعم. شكرا لك أستاذ محمد على كل هذه المعلومات. تفضل. هلا أستاذ محمد، أنا عم بسمعك بطريقة يعني عم بسمع الاتصال بطريقة كثير، الصوت عم بيكون جدا واطي. بكل أحوال شكرا لك على هذا الاتصال. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد كنج من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيع الحريري الدولي. وشاهدين عم نتابع سوا ببرنامجنا زميل داني حرب مع مجموعة تقارير بيقدمها ضمن البرنامج وأخبار عالمية من أجواء متعددة من حول العالم. مشاهدينا صبحيتنا بتتابع برفقتكم لليوم اللقاءات الحوارية بتنطلق مع مجموعة من المواضيع المتعددة والمختلفة. البداية من الأمم المتحدة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اللي أطلقوا ب 25 تشرين الثاني حملة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. الحملة بتحمل عنوان العنف مرفوض، الحماية حقك. بس أني رحب بريتا شمالي مستشارة تنمية المشاريع بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. ريتا صباح الخير. صباح. أهلا وسهلا فيك معنا. أيضا رولا راشد وهي مسؤولة الإعلام والتواصل بهيئة الأمم المتحدة يون وومن. أهلا وسهلا فيك رولا. أيضا شرفتينا، شكرا لوجودكم معنا. أهلا وسهلا. يعني ما في ريتا ورولا ما بلش من محل جدا أساسي، المرأة بالحراك الاجتماعي الأخير، يعني المرأة ودورة بروز المرأة، ارتفاع أسهم أيضا المرأة. اليوم أنتم كسيدات كيف بتشوفوا هذا الواقع؟ قبل ما نروح هيك لصلب موضوعنا لو سمحتوا تفضل. شفنا نساء عملوا شغل كتير كبير بالما يسمى هي انتفاضة انسيركسيون اللي عم بتصير، من يلي نظموا، من يلي ساعدوا، من يلي اخذوا المنابر. دور النساء كان رائع، والاحلى من هيك انه اشتغلوا النساء كمان على توافق الشوارع. يعني وقت يكون في شارع ضد شارع، نساء وقفوا بيناتهم ولعبوا دور الوساطه الميدياتور بطريقه كثير مهمه. امبارح شفنا كيف الامهات مشوا بشوارع كانت معروفه، شوارع معروفه حرب. للحرب الاهليه. تمام. مشوا قالوا نحن ما بدنا للحرب الأهلية، قلنا لا للحرب الأهلية ما بدنا تنعاد هالمشاهد. بتخيل أنه النساء عندهم دور كتير كبير، والفتيات عندهم دور كتير كبير بالسياسة، بالاقتصاد، بالانتخابات المحلية بالمعقول تجي، يعني البلدية وغيرها الجاية والقادمين عليها. نعم. وخاصة عندهم كمان دور سياسي كتير كبير يلعبوه. تمام. بكل المراكز. توقفتوا عند هذه المشهدية بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يعني ما قبل 17 تشرين وما بعده، يعني بعده عم تناقشوا نفس يعني بنفس الاطار وضع المراه اللبنانيه، ولا لا الصوره تغيرت بمحل من المحلات؟ الصوره ما تغيرت. الصوره الحلوه انه برزت النساء اكثر وعم نكفي بالمطالب اللي نحن عنا اياها. صرنا زمان عم نشتغل بالهيئه الوطنيه على مشاركه المراه بكل مراكز صنع القرار. او اشتغلت الهيئه الوطنيه لوبينج، اكتف لوبينج، تيكون في نساء بالقضاء، تيكون في عنا نساء بالوزارات معينه كوزارات، يكون عنا نساء دبلوماسيات. يعني عم نعمل لوبينج انه كثير مهم يصير في تعيينات بالنساء بالمراكز الاساسيه بالاحزاب، يكون عنا نساء اكثر بالاحزاب السياسيه انه عم تتراس جمعيات سياسيه. تماما، مهم جدا هذا التعيين، ولكن الاهم يكون التعيين على الكفاءه، يعني نشوف طبعاً. سيدات كفؤات عم يوصلوا لهيدي الاماكن. صح. مش انتمائهم على الحزب او علاقتهم يعني على العلاقه العائليه وغيرها ببعض الاحزاب اللي عم بتوصلهم لهذا المكان، لانه نموذج المراه اللي شفناه بالحراك نموذج جدا جدا راقي. هون بدي اروح
عندك رولا اليوم هيئة الأمم المتحدة دايما المناصرة على الحقوق أقله هذا اللي بنشوفه يعني. طبعا يمكن في رأي مخالف ناس بتشوف شيء تاني، ولكن بالمطلق هيئة الأمم المتحدة المناصرة على الحقوق كل الحقوق بتحديدا بموضوع المرأة بشغل هيئة الأمم المتحدة بلبنان أصبح في نظرة جديدة، يعني أصبح في نظرة جديدة للمرأة، رفعت السقف، خلتنا نفكر بدور أكثر للمرأة بالحياة السياسية اللبنانية. نعم، أولا بداية شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. ثانيا بحب أقول أنه دور الأمم المتحدة بلبنان يعني على مختلف الوكالات العاملة تحت سقف الأمم المتحدة. تماما. يعني نحن عم نحكي عن 23 وكالة وكل وكالة تطلع بدور محدد، يعني منا الذي يهتم بموضوع التربية، منا اللي بيهتم بموضوع التنمية. نعم. وغيرها طبعا من الموضوعات. بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يعني UN Women يلي أنا اليوم عندي شرف إني كون عم بتحدث باسمها، بحب أقول إنه نحن من بين يعني أجندة الأمم المتحدة ل 2030 يعني للعام 2030 يهدف إلى تحقيق 17 هدف للتنمية المستدامة. تمام. وأحد الأهداف هو تحديدا الهدف الخامس اللي هو تحقيق المساواة بين الجنسين يعني SDG 5. والحقيقة أنه دور الـ UN Women أو هيئة الأمم المتحدة للمرأة هو تحديدا العمل من أجل تحقيق هذا الهدف. من هيك نحن طبعا أي ظاهرة إيجابية منلاقيها بالترحاب، وعلى كل حال بس نحن دورنا منه دور هو دور مساعد إذا بدك للمؤسسات العامة ولا السلطات المحلية. نحن دورنا منه هو نبدأ رأي سياسي بهذا الموضوع، إنما نواكب صحيح. التطورات المحلية صحيح. ونواكب المؤسسات العامة حتى فعلا أنه نحقق هالهدف يلي هو هدف التنمية المستدامة، وعلى كل حال أنه النساء والرجال يكونوا متساويين بالحقوق والواجبات صحيح. مثل ما هن بالدستور اللبناني. تماما. بدي روح إلى العنف مرفوض، الحماية حقك اللي هي الحملة اللي أطلقتوها بطريقة مشتركة ابتداء كان من 25 تشرين تاني مستمرة لعشرة كانون. بدك تسمحي لي العنف مرفوض الحماية حقك، شفنا السيدة اللبنانية بالحراك الأخير ترفض العنف هي لوحدها وهي اللي بتحمي التانين، يعني هي اللي حميت الشباب بكل هذا الحراك. بدي يعني يكون عم بسأل وبعتذر، يعني ما بدنا نغير شوي مصطلحات بعد اللي شفناه؟ يعني اليوم في تطور على الأرض، في تطور على الأرض، ما شوي لازم نواكب هذا التطور أقله بتغيير مصطلحاتنا، تعديل مصطلحاتنا لحتى نواكب وضع المرأة الحالي. يعني كمان المرأة يعني شفناها غير كل السنوات اللي مرقت، شو رأيك رولا؟ رائع. النساء شفناهم عم الحمل اليوم نحن اللي عم نركز عليه هي الحماية حق لكل مرأة، والهيئة الوطنية أرادت تركز على أنه في تدابير فينا ناخدها، المؤسسات العامة عم تاخدها وفيها تحمي النساء من كل أشكال العنف اللي عم تتعرض له. نعم. إن كان عنف لفظي، إن كان عنف معنوي، مالي، جسدي، جنسي. الحملة اللي عم نكون فيها عم نجرب ندور فيها أنه في تدابير فيها تتاخد. في عنا الرقم 1745 يلي اشتغلت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع وزارة الداخلية خاصة قوى الأمن الداخلي على وضعه، هو هاتلاين فينا ندق إذا نحن شاهدنا حدا عم يتعنف أو مرأة عم تتعنف، جارتنا عم تتعنف، إذا رفيقتنا عم تتعنف وعرفنا أنه في عنف، من خاف نبلغ قوى الأمن. تم التمرين وهم هن اشخاص مخولين يردوا على هالخطوط وياخذوا التدابير اللازمه تيتم توقيف كل اشكال العنف ضد النساء. رح يبين سبوت، رح نشوف سبوت بعد شوي نحن وياكم. هون رولا عم بتقول ريتا انه قوى الامن مؤهلين لحتى يتابعوا كل الملفات او كل الاتصالات. للاسف كمان عم نشوف حالات يعني بتشير للعكس، مع احترامنا لمؤسسه قوى الامن الداخلي اللي بنجلها وبنحترمها وطبعا بنعرف قد ايه قدراتها وكفاءتها، ولكن للاسف بعض الاحيان لانه ممكن ما في تعاميم واضحه، ما في قوانين ايضا واضحه بتقول على حق المراه تشتكي على زوجها، على بيها، على خيها، على اي معنف. صحيح. لذلك قديش هون نحن بحاجه لتشريعات بهذه النقطه تحديدا. نعم.
صحيح 100% عم تحكي صح. من هيك نحن صراحة الحملة السنة اللي هي عم بتقوم فيها منظومة الأمم المتحدة بلبنان، يعني جميع وكالات الأمم المتحدة بلبنان بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أرادت أنها تكون مثل ما حكينا نحن بين 25 تشرين الثاني اللي هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد السيدات، وعشرة كانون الأول يلي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. نعم. حبينا أنه بين هالحدين أنه نعمل حملة عملية، يعني نعم. السنة ما حبينا أبدا أن نكون عم نعطي نظريات طوعية محاضرات و... نعم بس إنما بأي معنى، بمعنى أنه نحن بنعرف أنه من كم سنة أقر قانون 293 حول من أجل حماية النساء وجميع أفراد الأسرة من العنف الأسري، بس مش كتير بيعرفوا بصدور هالقانون. صحيح. من هيك مثلا نحن أحد المساجات اللي نحن عم نمرقها، أحد هالرسائل اللي عم الرسائل رح تكون فعلا حول هالقانون. في عنا مثل ما حكيت هلا ذكرت 1745 اللي هو كمان هوتلاين، يعني كل هالتدابير إذا بدك العملية في كتير نساء ما بيعرفوا فيها. صحيح. وبحب أقول لك عفوا بس إنه الصدور كمان أحيانا القوانين صدور القوانين اللي هي تحمي الحقوق مش دايما كمان بتأدي إلى حماية الحقوق. تمام. لأنه في ثقافة حقوقية. صحيح. تغيب بحالات كتير عن المجتمع. بالأسف. في منظومة، يعني هي منظومة تشريعية، منظومة قانونية، منظومة أيضا نفسية، لأنه كمان في ثقة يلي ممكن يجب المواطن إن هي تكون تشعر فيها تجاه السلطات. بس مرأة من نفسها طبعاً. وللأسف يعني منشوف نقد للنساء من بعض النساء، يعني تشوف مرأة عم بتهاجم مرأة تانية، وخاصة يعني دائما المرأة هون عم نحكي عن عنف، في عنف معنوي جدا كبير يمارس على السيدات اللبنانيات، خاصة موضوع الشرف يعني تحديدا بين هلالين. وشفنا كم يعني ما بدي اقول كثير، يعني شفنا بعض السيدات اللي عم بيهاجموا مثلا السيدات المتظاهرات وتحديدا بهذا الموضوع. فكمان المرأة بتبلش من نفسها، يعني توثق بنفسها، توثق بقدراتها حتى المجتمع ايضا يوثق فيها. على كل حال عفوا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان السيد يان كوبش ذكر البيان الصحفي اللي اصدرناه خلال عند انطلاق هاي الحمله انه النساء هن المناصرات الاساسيات للنساء، وهذا الشيء اساسي ولازم دائما نفكر فيه. تماما. انا بطلب من الزملاء بالرجي نرجع نعيد. نعم. سبوت تلفزيون لحتى. نعم. نرجع نقدر نعلق عليهم بهذا. صح. الوقت ريتا اطلقتوا الحمله واكدتوا على الحمايه حقك. صح. مين هي الجهه الحاميه؟ يعني برايكم اليوم في قانون وفي مجتمع. صح. في عادات وتقاليد وفي قوانين وتشريعات، وين الجهه الحاميه الاساسيه للمرأة؟ الجهة الحامية أول شيء هو الأمن وقت نبلغها، لأنه هذا عم يتم تبليغ. يعني وقت نضيع 1745 نقول في عنف، في حالة عنف، كل الأمن الداخلي عم تتحرك، وبعدين عنا القضاء، والقضاء عم يحمي النساء بالأخص في مخص يعني بس يكون في عنف أسري واضح، في تدابير حماية، في عنا أمر حماية. المرأة ما لازم تخاف أنه لا عندي أولاد صغار بالبيت يمكن يخذ لياهن، في أمامر حماية عم يحموها هي وولادها، لازم نكون واعيين لهالقصة أنه في عنا القضاء عم بيساعد وعنا القوى الأمنية. رح نشوف سبوتات بواحد من سبوتات والرسائل عم نفرجي كيف العنف خاصة التزويج المبكر للصغار عم بيكسرلن من حياتهم، عم بيكسرلن من يعني عم بيحدلن من هيدا السبوت اللي عم نشوفه. الصبي عم بيدق وقت يشوف حالة عنف. 1745 هو تبليغ لقوى الأمن الداخلي وقت يكون شوف حالة عنف أسري. تماما. هذا أول سبوت عم بأكد أنه على ضرورة التبليغ على 1745. نعم. عند أي حالة عنف. تاني سبوت عم نشوفه. تاني سبوت عم نشوفه هو أولاد عم يلعبوا وفجأة نشوف البنت عم تختفي. عم بيتم بالأخص بهالحالات الصعبة تزويج للصبايا، عم استعمل مش كلمة زواج، عم استعمل كلمة تزويج تنفرجي أنه لا إراديا عم بيزوجوا البنت. عم نحكي عن تزويج القاصرات تحديدا. عم نزوج القاصرات، ونحن عم نطالب البرلمان يحط سن أدنى للزواج وتكون 18 سنة. سبوت الثالث اللي عم نشوفه انه بس كون بالشغل او بالمكان العام وحدا يتم تحرش فيه، المشكله عند المعتدي ومش عند المعتدى عليها. صحيح. هو المجرم. ما في تبريرات وما اكثر التبريرات يعني. وما لازم احد يخجل اذا تعرض لحاله عنف يخبر، لانه نحن عم نطالب المشترع اللبناني انه يقطع لنا القانون ويكر قانوني بجرم التحرش الجنسي بالاماكن العامه وباماكن العمل خاصه. تمام. بلبنان يكون عندنا قانون واضح بهالموضوع، وهذا شيء لازم يتوقف. هون عم نشوف دوسبات عن الموضوع. الصبية الصغيرة كيف وقعت وتفركشت
لابسه فستان العرس، عم نشوف تزويج الاطفال كيف بيولد مشاكل كثير كبيره نفسيه جسديه، بتوقف المدرسه، يعني عم بتوقف ما تروح تقدر تشتغل، بدها تطلب منها تتزوج وتصير عندها اولاد، هي ما فيها تمضي اجار لبيتها، ما فيها تسوق اذا بدها تاخذ الاولاد عند الحكيم، يعني قاصره ما عندها الحقوق الاساسيه. لازم كثير ننتبه على الامور وندوي عليها، ونحن عم نطالب البرلمان اللبناني بالاقرار القوانين الاساسيه الخاصه بالمراه مثل قانون الجنسيه. الهيئه الوطنيه لشؤون المراه اللبنانيه حضرت قانون برد الحق لصاحباته، بصير فيها المراه اللبنانيه تنقل الجنسيه لاولادها. قانون ثاني ورساله ثانيه هي تزويج الاطفال ما معقول ينتفى فيه بلبنان، ولازم يكون في قانون صريح. هون قديش يعني ريت عفوا يعني بدي نحن حلو كثير نقول هذا الكلام، حلو كثير بدنا مجلس نيابي يشرع هول القوانين، بس كنا بنعرف الحوالي الشخصيه تتبع المذاهب والطوائف، يعني اليوم كل طائفه عندها قوانين احوال الشخصيه، هون بيسمحوا هون ما بيسمحوا، هون بيشرعوا هون ما بيشرعوا، وكأننا نحن مواطنين كل حدا بجزيره، كل حدا عنده احواله الشخصيه، يعني المسيحيين بيعملوا هيك، المسلمين بيعملوا هيك والى اخره، على الرغم من انه بعد الحراك بعتقد هذا المنطق صار مرفوض. ميرسي كثير لانك سالت هالسؤال، وحده من الرسائل اللي لازم كمان تبين، عم نطالب بقانون وطني موحد للاحوال الشخصيه بخلينا كلنا نتساوى وكنساء وكرجال، بس كنساء بيناتنا بلبنان، لانه المشكله بلبنان انه ما في مساواه بين مرأة ومرأتين. هذا اللي بيسالوا لرولا اليوم، من خلال متابعتكم ضمن دون عملكم بتشوفوا في تفاوت بهيدي المواضيع ضمن المناطق اللبنانيه؟ يعني بنعرف دائما الاطراف هي الاكثر عرضه كان لتزويج القاصرات او للتحرش الجنسي والى اخره من مواضيع، على الرغم من انه ايضا الاطراف هي الاكثر ابداعا بكثير من المحلات لحتى ما نظلمها. طبعا نحن ما نعمل تقييم، يعني الانسان هو ما بيختار بأي جغرافيا بيخلق، صحيح. بأي أسرة، بأي ظروف اجتماعية، إنما مثل ما عم تذكر حضرتك بالأماكن يمكن الزراعية الريفية بسبب يعني متطلبات العيش أحيانا بنشوف إنه في عائلات بيكون عندها أولاد كتار، والظروف الضاغطة الاجتماعية بتجبر أحيانا بعض الأهل إنهم يرضخوا لفكرة التزويج المبكر. إنما نحن اللي عم نحب إنه نضوي عليه هو إنه الآثار يلي بتخلفها عند الطفل، يعني نحن لما الطفل بتتزوج بسن اقل من 18 عام بيكون عمليا نحن عم نعطل له طفولته، عم نحرمها من التسليه من هالتفاصيل الصغيره يلي هي بتحملها معها الى حياتها المستقبليه. تماما. وبحب اقول انه 16 يوم لمناهضه العنف ضد النساء هي حمله عالميه، من هيك مثل ما عم تقول القفه منا قفه بس محليه. هيدي الحمله العالميه انطلقت باوائل التسعينات وبتحظى بدعم الأمين العام للأمم المتحدة، والسنة الثيم العالمية هي نحن منتحد وبنشتغل من أجل أن نقف ضد الاغتصاب. الاغتصاب في حالات السلم، بأزمة السلم، وأيضا بأزمات الحرب. الآن نعرف كمان أنه على المستوى العالمي خلال النزاعات بتصير السيدة هي عرضة لشتى أنواع أشكال العنف المختلفة، ومن بيناتها العنف الجنسي والعنف والاغتصاب من بيناتها. ونحن الحقيقة بلبنان وعبر العالم صراحة جرى إصدار القرار 1325 صدر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، وهو يتعاطى تحديدا بكيفية حماية النساء، بكيفية تمكينهم عبر العالم. وأخيرا بلبنان أنجزنا، وهذا الشيء بيسعدنا، خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 بلبنان، وهذا الشيء طبعا رح يساهم بأنه يدعم النساء، يجعل النساء اكثر يوصلوا ل، يعني بحب اذكر لك مثلا بالخطه الوطنيه مثلا نذكر مثلا الكوتا يلي هي تدبير مؤقت، صحيح. يعني نذكر الكوتا بنحو 30% بطريقه نعم. احنا ما عم نحكي بس على مستوى المجلس النيابي، احنا ايضا عم نحكي عن المجالس على مستوى المجالس المحليه، يعني مثلا على مستوى البلديات، وهيدا النوع من الحوافز هي ايضا تضع نوع من الإطار الذي يساعد النساء من أجل يعني على أمل نوصل لمجتمع أكثر سليم بمحل محلات عبر الوصول المرأة لحقوقها، لأنه أعطاء المرأة كافة حقوقها أو نيل المرأة كافة حقوقها وهو المؤشر إلى أنه نحن وصلنا لمجتمع أكثر تطورا، صحيح. ومجتمع أكثر سليم، يعني بيبني لمستقبل ولغد أفضل لكل الناس. يعني نعم، حقوق النساء هن جزء من حقوق الإنسان، من حقوق الإنسان بشكل عام. تماما. الحملة مستمرة، كان على 10 كانون
اول فعلا يوم حقوق الانسان. يوم حقوق الانسان العنف مرفوض الحمايه حقك. اهلا وسهلا فيكم ريتا شمالي مستشاره تنميه المشاريع بالهيئه الوطنيه لشؤون المراه اللبنانيه. شكرا لك. ايضا رولا راشد مسؤوله الاعلام والتواصل بهيئه الامم المتحده الخاصه بموضوع المراه. اهلا وسهلا فيك ايضا رولا. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. مشاهدينا بريك قصير ومنتابع خليكم معنا. متابع مشاهدينا نحن وياكم صبحيتنا. بذكركم دائما التواصل عم بكون من خلال teleribon.com.lb على الويب سايت واكيد من خلال فيسبوك بيج. عم تقدروا تترافقوا باعاده لكل السيجمنتس كل الحلقات كل اللقاءات يلي عم بكونوا بصبحيتنا. منروح لتصوير الفوتوغرافي يلي دائما من خلال الصوره من ارشيف لحظه ممكن تكون عم تختفي للابد ولكن قادرين انه نخلدها ونخليها. ولما نحكي عن التصوير الفوتوغرافي وخاصة بلبنان بنكون عم نحكي عن أسماء عصرت الحرب والسلم قدرت تكون موجودة بكل المراحل ترسخ وتورخ وتأرشف كل مرحلة بصورة بلحظة بشخصية بمشهد بيبقى للعمر كله. خبرة هالعمر من خلال الصورة بنحكيها اليوم مع المصور الصحافي علي سيف الدين. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. لما نحكي عن فن الصورة بنكون عم نحكي عن إعلام بحد ذاته، بنكون عم نحكي عن فن قائم. قبل ما احكي عن التاريخ وقبل ما احكي عن مسيرتك وقبل ما احكي عن عملك اللي هو بيحكي عن حاله بالاحرى، كيف بدات هيدي الفت لها الشغف لانه الصوره هي شغف بحد ذاته، كيف بدات هالرحله؟ ليك باعتقادي انا ان الصوره هي وثيقه، يعني مثل ما تفضلت وحكيت هي وثيقه بتبقى مدى التاريخ. عرف كيف؟ بلشت من زمان قبل جيلنا يعني وما زالت، يعني هلا بنشوف صور نحن قبل عمرنا ايام اجدادنا ايام شو اسمه. فقديش مهمه او اهميه هيدي الصوره. يعني انا مثلا فيني احكي من خلال رحلتي من 40 سنه لليوم بالصوره انه وثقت هيدي الفتره خلال 40 سنه بالحرب والسلم ونقلت واقع الناس من خلال هيدي الفترة بأربعين سنة اللي كان بالحرب بالمأساة بالحياة الاجتماعية السياسية. فوثيقة يعني خاصة أنا اشتغلت بالإعلام مش إنه بس تصوير، فالإعلام صورة وكلمة. فبرأيي أنا الصورة كانت أهم من الكلمة لأنه الصورة وثيقة طبعا. عرفت كيف؟ والصورة من قلب الواقع، يعني أنت عم بتدور سامع بالحياة الاجتماعية والسياسة، فهيدي الصورة عرفت كيف؟ بتعبر عن الحرب، بتعبر عن الحياة الاجتماعية، عن المأساة الإنسانية، عن العمران، يعني سلم وحرب طبعا. هلا عم نشوف صور هيك تزامنا مع حديثنا ولقائنا بلخصه مواقف مراحل. اليوم لما نحكي مثل ما ذكرت عن الصورة اللي هي بإطار الصحافي اللي كمان كان ضمن نطاق عملك، حضرتك اشتغلت ضمن فترة الحرب والسلم، شو التحدي الأكبر بأنه الواحد يكون عم ينقل؟ قديه في أمانة لازم يكون فيه وقديه في خطر بنقل هذا الواقع وخاصة بفترة الحرب هالفترة الصعبة؟ صحيح. لك المصور وقت الحدث، يعني نحن غطينا الحرب الأهلية بكاملها. في ميزة عند المصور الصحفي انه لما بيصير حدث مهما كانت خطورته هذا الحدث بتلاقيه بقلب الحدث تحت الخطر عم ينقل هذا الواقع، عم ينقل هذا الحدث. عرفت كيف؟ فبدون خوف فعلا المصور الصحفي لما بيكون عم ينقل هيدي الأحداث ولو كان فيها خطورة ما بيشعر بالخطر.
هيدي ميزة عند المصور طبعا ما بيشعر بيكون في هيدا النخوة بيكون في هيدا العزيمة لها الواقع هلأ بيصير أهميته الأهمية عنده اللي بده ينقل هذا الحدث. نعم، على حال هالأحداث اللي نقلتهم ورسختهم بصور رح نتشاركهم مع المشاهدين، ويا ريت هيك بجولة معك تخبرنا شو القصة ورا كل صورة، شو الموقف رح نشوف، تفضل. هيدي كثير كثير مهم، هيدا أدمان خياط. نعم. خلال الحرب الأهلية كان يحمل صليبه مثل ما بشايف أنت ويمرق خطوط التماس. ما تأثر معه ما يخاف. نعم. فحامل هالصليب هذا بده ضمير وإنسانية، أبحث عن ضمير. نعم. فكان يمر ينقل، كان يمر من خلال الخطوط. كان يمر من خلال الخطوط بالحرب ويبرم الأحياء، يبرم الأحياء بكملها، عرف كيف؟ من أجل الإنسانية طبعا. رح نشوف صورة تانية كمان، صورة بتاخدنا لساحة بعد أعمار بيروت وسط العاصمة بيروت برلمان. هذه خلال الحرب الأهلية من خلال القصف العشوائي اللي كان يصير بين المناطق للأسف يعني. هيدي كمان خلال القصف العشوائي اللي كان يصير. سيدة كمان يمكن مصابة. ايه؟ كنت تكون موجود صدفة او تقصد انك تنزل؟ هذا المشهد للأسف تكرر من كم يوم على محطات البنزين وعلى المي وعلى كل المي. هيدي كمان خلال الحرب الأهلية كانت تنقطع المي والناس تتجمع وين في مي وين قادرة. طبعا يعني هون في الجبهة والجبهة الأخرى مثل ما عم نشوف كمان بهيدي الصور. قدي كان في حصانة أو حماية للمصور، وبنفس الوقت قدي خطر وريسك أنك تاخده أنك تكون موجود على الأرض، لأنه فيك بأي لحظة تكون عم تنصاب يعني من دون لما تكون مستهدف. خلال الحرب الأهلية كل مصورين الصحف كانت طبعا التلفزيونات، كان في تلفزيون لبنان وقتها لا غير، فكنا نعمل جولة على كيف خطوط التماس. كل المصورين الصحفيين معزمون جولة صباحية على كل خطوط التماس، سما تقوم انت تغطي هالجبهة كلها سواء وهالخط التماس. شو مرة واجهت اي موقف هيك حطك بموقع يعني إعادة حساباتك بالمهنة يلي اخترتها، وخاصة بهالفترة بفترة الحرب؟ لا بالعكس، يعني كان دائما عندنا تصميم وإرادة أكثر على نقل هذا الواقع ونقل الصورة للمشاهد من خلال الصحف. طبعا يعني هون عم نشوف كمان بهالصورة دفاع المدني، عم نشوف البعض الإنساني، عم نشوف الوجع الموت الحرب. أدي كإعلامي على الأرض من خلال صورتك ومن خلال نقلك لهيدي الصورة، كيف كنت تكون الإيديولوجية تبعك، وكيف كانت تطلع للوطنية تبعك؟ اليوم الكل عم بينادي بهيدي الوطنية، وعم نسمع اشلحوا أحزابكم واشلحوا انتماءاتكم ولبسوا وطنيتكم. أدي هيدي الصور قدرت تأثر فيك لأنه أنت كنت على واقع الأرض وقدرت تخليك أقرب لوطنك من أي شخص أو من أي مكان آخر؟ لك حتما، يعني نحن كنا ضد هيدي بشاعة هيدي الحرب اللي حصلت عنا، بس انت كمصور صحافي لما انت عم تنقل هيدي الصورة انه لا ربما خاصة في صور فيها بشاعة كتير مثلا مثل هيدي الصورة، عرف كيف تنقل هيدي الصورة؟ لا ربما هيدي الأجيال الصاعدة اللي بدها تجي من بعدنا نحن انه تتعظ وتشوف هيدي بشاعة الحرب وتبعد عن الحرب. في مرة في شي مرة منعت من انك تصور بمكان كنت فيه او واجهت موقف بعد الاحيان؟ كيف تصرفت؟ كيف تتصرف بهيك موقف؟ نتصرف بعدين صرنا اصدقاء نحن والجبهات كلها المصورين الصحفيين صاروا اصدقاء مع كل المقاتلين مع الطرف والطرف الاخر. هلا للاسف حسب المواقع طبعا، حسب المواقع صار صداقه بيننا وبين هيدي المقاتلين على الجبهات من خلال الصوره. كان هو يتبهن وعم يقاتل
عرفت كيف؟ هون عم نشوف يعني النساء كمان بصرخة وبمسيرة مشابهة للصرخة يلي عم تطلقها الأمهات مؤخرا. شفنا كمان أمهات الخندق الغميق، كمان أمهات شياح وعين الرمانة. اليوم وهذا الوجع كله يلي بيختصر وجع كمان فقدان الشهداء، قد ايه بهيك مواقف يعني امام حرمه الموت الصوره قد ايه لها تاثير، خليني اقول، وقد ايه كمان مثل البيض كل ما تعتقت كل ما اختمرت اكثر. يعني في صور تطلع لهم اليوم شو بتقول؟ صور الامهات هيدي اهم، يعني بيأثر بنفسها كتير. تعتبر من أهم ما صورتها بالضبط، لأنه من أنت بتشوفهم كل يوم حملين صور أولادهم المخطوفين، خاصة أم عزيز، يعني بتليها بكل المواقع، وبعد شيء لأنه كمان ناس مخطوفة مش معروف مصيرها، وبعض الناس عم تنزل طالب بهيدا أم عزيز. فأم عزيز كانت دائما تليها بكل المواقع، لأنه هيدي رحلة أربع شباب مخطفوا وما عرفت وين، فتلاقي أم عزيز بكل المواقع، فهودي أمهات المخطوفين. يعني شو تغير بالأم اللبنانية، بالمرأة اللبنانية تحديدا، طالما عم نحكي عن هذا الموضوع، على مر سنوات عملك من خلال حضورة، من خلال نضالة، من خلال وجعة، في أشياء بقيت ثابتة وفي أشياء تغيرت، كيف بتصفها برأيك؟ لك حسب مشاهداتي أنا، للأسف للأسف ما بحس انه في تغيير بين هذيك المرحله وهذه المرحله، حتى على صعيد المراه. من اي ناحيه؟ يعني بتشوف انت مواقف نساء بعدهم نفس المرحله اللي كانت بالحرب الاهليه، بتشعر انه بعدهم انه ما تغير شيء، انه هذه الصوره ما اثرت فيهم، هذه الحرب ما اثرت فيهم. كان 1989 شاركت بميشيغان بمعرض عن الحرب الأهلية بلبنان. خبرني شوي عن هالمعرض الفردي، وكيف المجتمع أو لبنان المسافر والمجتمع الغربي كان يتلقف هذه المشهدية يلي هي قاسية ويلي هي صعبة ويلي هي بتوجع. أنا شاركت بهذا المعرض، طبعا معرض فردي لألي. أنا كل إيماني إنه هذه الصورة لح تغير حتما صور الحرب الأهلية وشغلات. فالمجتمع الأمريكي هناك ما بيحب هذه الصورة اللي فيها بشاعة، عرف كيف؟ اللي فيها بشاعة. طبعا كان في لبنانيين هناك وشغلات أنا عملته مشان المجتمع اللبناني بهذه الولاية، لأنه مجتمع في نسبة كبيرة من اللبنانيين انه لا ربما يأثر. شو كانت ردة فعلهم لما شوفوا مثل هالصور اللي عم نتشاركهم على الهواء، لما شوفوا لبنان يلي دمر جزء منه ببعض الاماكن، مطارح او اماكن هن ربيوا فيها او كانوا يترددوا عليها، مثل ما عم نشوف هون معالم سياحيه، يعني هيدي مقابل سان جورج، عم نشوف هون كمان الوجع من خلال هالحريق، من خلال هالحرب. هيدي بأذان تموز، تموز 2006 بال2006. نعم، شو بكون ردة فعل المغتربين او الابعاد على هيك مشاهد؟ شو كانوا يقولوا لك؟ المغترب بيتضامن معك، وطبعا ضد الحرب وضد القتل وضد كل هيدي القضايا، عرفت كيف؟ هلا بشعر هيك، يمكن بس يجي على لبنان بتغير للاسف. معلش، من خلال التقاطك للصور بتحس التاريخ اوقات بعيد نفسه، اوقات في مشهديات بتطلع بتقول هالمشهد انا مصوره من 30 سنه عم يتكرر، ولكن بوجوه جديد، بناس جديد، بحزن جديد، بفرح جديد، بتتكرر الاشياء؟ بتصور الشيء اللي عم نشوفه بتتكرر للاسف، بتصور هيك الشيء اللي عم نشاهده اليوم او قبل اليوم، عرفت كيف؟ بتصور بتتكرر، بتحس انه ديجا فيو مارق المشهد قدامك. اليوم من خلال موقعك بنقابة المصورين ومسؤول عضو بمجلس نقابة المصورين ومسؤول عن تنظيم المعارض بالنقابة، اليوم كيف تنظيم العمل عم بيكون مع المصورين الصحفيين والمصورين الفوتوغرافيين؟ شو أسس العمل يلي عم تبنوا عليها وعم بتطوروا فيها؟ لك آخر معرض عملناه نحن ب 13 تشرين، عملته النقابة وشاركوا فيه
كل المصورين الصحفيين بقوا مدة شهر. عملناه ببيت بيروت على الصديقون. كان له ردة فعل كتير مهمة. اجوا طلاب مدارس من كل لبنان. خاصة رمزية كمان المنطقة هونيك بهالتاريخ. خاصة المبنى. خاصة المبنى انه بعده مدمر. صحيح المبنى يلي شهد على على حدود التماس وعلى الحرب يلي شظايا بعدها معلمة بجدران. هو كان موقع خد تماس. صحيح. فبقي شهد. يعني إذا مش غلطان مسمينه بيت بيروت. بيت بيروت تبع لبلدية بيروت. فبقي شهر هذا هو. نعم. المحافظ طلب منا انه نمدده اكثر كمان وكان له ردة فعل كثير مهمه عند طلاب المدارس والجامعات فكثير اخذ قد مهم عند هودي الطلاب انه نفرجيهم هذا الواقع اليوم هذا التاريخ اللي عم بنبشوا عليه بكتاب تاريخ موحد وجديد وبارشف كل هيدا المرحله قد الصور هي جزء من هذا التاريخ اللي عم نطالب انه نفرجي الحقيقه مثل ما هي ببشاعتها كرمال نتعلم منها وعم نتابع اكيد نشوف صور لحضرتك هذه بحرب تموز تمام بحرب تموز 2006 العدوان الاسرائيلي على كمان بحرب تموز بعيط الشعب على الحدود مجزرات اسرائيليه كمان بعيط الشعب هون المتضررين اللبنانيين من جراء الاعتداءات عدوان تموز ببيروت ضح هذه انا بعيط الشعب مين بصورك؟ زملائنا نكون مع بعض قديه مهم انك تكون ورا الكاميرا مش قدامها قديه اهف شو حلو هالمشهد بوجع وبقلبه تدمر كله هذه ما زرت انا مبنى الامم المتحده يعني تخيل مبنى الامم المتحده يكسر بهذه الطريقه اللي باقيه بذاكره التاريخ كمان مجازر انا مجازر انا ايدا طايران كمان مجازر انا في صور بترجع بتطلع مجازر انا عليها هالنهر هالنهر الجاري بتشيع القصص والشهداء بهيديك المرحله مجزرت انا في صور بترجع لا نعتذر على قساوة المشهد اذا كمان في اولاد عم يحضروا كمان ما زرت انا هيدي عدوان تموت في مشاهد بترجع لها في فولدرز او مطارح هيك بينك وبين حالك اوقات بترجع بتطلع بتقول اف شو صار بهالفتره او صحيح. او بتطلع لها مش ضروري بس عن مشاهد الحرب عم بحكي اوقات في اشياء يمكن حلوه مصوره بترجع بتطلع لها حتما مصور كل فتره بده يرجع لهيدي المشاهد يعني عنده ندم عنده ندم انه الناس مش عم تتعظ بهيدي المشاهد كان حرب او قضايا انسانيه انه ما في تأثير عرف كيف؟ من الصوره انه هي وثيقه عن مرحله معينه مفروض تأثر بالانسان يصير نحو الافضل كان حرب يصير ضد الحرب كان وضع انساني يحسن اكثر فللاسف حضرتك عصرت الكاميرا باشكالها المتعدده مع تطورها لليوم ما بين الكاميرا يلي بتلقط صوره مع تحميض النيجاتيف تبعها وفيها هيدي النطره لحتى وممنوع الغلط لانه بهيدي اللحظه بينما اليوم صوره والكاميرا ديجيتال قادر تصور يمكن فولدر فيه 2000 صوره وترجع تختار من هال 2000 الا ما تكون وحده ظابطه منهم شو تغير بين المشهد قبل والمشهد اليوم وشو أهمية أنه تكون عم بتركز على صورة ما عندك إلا يمكن خرطوشة واحدة حتى حتى طلعها لك في فرق كبير من زمان لما كنا نصور من خلال الفيلم عرف كيف خاصة لما نروح أماكن نروح أماكن بعيدة بده يبقى معك الفيلم لحتى تجي يمكن أوقات تاخذ يوم تاخذ يومين عرف كيف لتجي انت تحمض فيلمك تصنع صورتك تحمضها تسويها اليوم الحلو فيها انه هذا تطور على صعيد الصورة انه انت صرت بثواني
تبعت صورتك صح. اي مكان بالكون. كيف تقبلت هيدي النقله؟ ايه؟ بسهوله او طولت لتعيشت معها نواه التجديد؟ بنحسه غريب ببعض الاحيان. كان كثير سهوله علينا، بس الضرر فيها اليوم انه صار متناول ايد اي واحد صحيح بيحمل تليفونه وبيصور. ممكن يشوه هيدي الصوره، ممكن يركب شيء عليها هيدي الصورة وحطها على الواتساب. صحيح. لشو بتشتاق؟ للصورة التقليدية لهديك المرحلة؟ لشو أكتر شيء بتشتاق؟ بشتاق لغرفة تحميض الأفلام، كيف كنا نحمض الأفلام بالأدوية، بالأدوية المتخصصة بالفيلم، بطبع الفيلم. إنه أنت كنت تصنع الصورة بيدك، حتى ريحة الأوضة وريحة الأدوية. فكنت أنت تصنع الصورة بيدك، عارف كيف؟ هيدي بنحل لها، بس ما إيش في منها. اليوم الصورة بالنسبة لك بعد عندها نفس البريء، نفس الرسالة، نفس الـ القوة، لأنه اليوم في صور بتحكي بتصرخ منها لحالها، يعني مش ضروري تكون حاطط ولا أي كلام ولا أي خبر، مجرد أنك تفرج الصورة بتكون اختصرت. واليوم الوكالات الأنباء كمان كلها عم تعتمد، يعني إن كان عم نحكي عن الوكالات العالمية رويترز وغيرها، كمان اليوم بصورة قدرة تغير وتعلي الصوت بطريقة معينة. لك الصورة بعد ما عم نحكي انه قديش لها دور، هيدي الوثيقة، يعني الصورة هي وثيقة طبعا. وثيقة للتاريخ، وثيقة ل ممكن تأثر، يعني فيها عم تأثر حتما، بتغير آراء أوقات من خلال مشاهدتك للصورة. أنت بيكون واحد عنده رأي، فبيصير عنده رأي بيتعاطف مع هالدولة أو هالمكان اللي التقطت فيه الصورة مع هالإنسان. ففي اليوم يعني بمتابعة على حديثنا ذكرت وقلت إنه التليفون بمطرح من المطارح سرق وهج الكاميرا، لأنه كل واحد اليوم صار مستباح إنه يصور وينشر ويعطي. ولكن قد ايه كمان اليوم مع تطور تكنولوجيا بالتليفونات، عم شوف في تليفونات عم بيكون فيها عدسات كمان متطوره، وفي اشياء فيها تتركب لحتى تكون بهيدي الصفه، قد ايه كمان سهلت عجله الاعلام من هالناحيه؟ واكيد هون عم نحكي عن الاشخاص المسؤولين، عم نحكي عن الاشخاص اللي عارفين شو عم يعملوا، مش الاشخاص اللي هيك عم يستعملوها فقط هوايه. لك هدي انه سرعت او سهلت ثانيا التواصل بين الاعلام وبين العالم. عرف كيف؟ من خلال هذه الصورة، فصار أنت بثواني أنت صورتك توصل لكل مكان بالعالم من خلاله. فهيدي قد ايه سهلت على المصور، وقد ايه سهلت على وسيلة الإعلام. عرف كيف؟ إنه أنت موضوعك أو صورتك أنت خلال ثواني أو دقائق بتكون بكل العالم موزعة وتنزل بهيدي الوسائل. أستاذ علي، بختام لقائنا إذا بدك توجه هيك نصيحة أو تحذير أو ما بعرف شو بدنا نسميها، كل يعني بدك تقول بهالجملة كلنا بحقلنا نصور، ولكن شو؟ ولكن الحقيقة يكون من الواقع مش تركيب. مثلا في ناس اليوم بيركبوا صورة، إذا بتشوف الواتساب أوقات في صور مركبة، فالصورة هي الحقيقة، كونها هي الحقيقة وهي وثيقة للتاريخ. فخلي صورتنا من الواقع وحقيقية تكون. المصور الصحفي علي سيف الدين، شرفتنا بصبحيتنا، ان شاء الله دائما بضلك تأرجف لحظاتنا الحلوة ولحظاتنا المرة لحتى نكون عم نتعلم منها ونكون عم نخلدها، لحتى دائما نطلع للمساوئ نتعلم منها وللحلو ليبقى لدائما. شكرا لحضرتك. بشكرك وشكرا لكم. اهلا وسهلا فيك. يا هلا مشاهدينا، بريك بيوصلنا على متابعه صفحيتنا. بعد الفاصل رح نروح لعيد البربري عن بعده الديني واهميته، يلي الليله كل الاطفال بيغنوا هيش لبرباره. بريك ومتابع نو زابينج، خليكم معنا. مشاهدينا، عودة لكم لنتابع صبحيتنا من جديد. برحب بكل انضموا لنا بهذا الوقت. اوقات كثير هموم الدنيا والانشغالات والاشغال والاوضاع يمكن المستقرة او غير مستقرة اللي عم نمر فيها بتشغلنا عن كثير من المناسبات اللي بتشكل علامة فارقة بحياتنا اليومية وبحياتنا بشكل عام. مقولة مرددها كلياتنا: عيد بأي حال عدت يا عيد. للأسف اوقات العيد بيرجع بأحوال ما بتشبه فرحة العيد، ما بتشبه بهجة العيد، وما بتشبه
كل مفاعيل العيد، ولكن بما انه الدنيا عيد، بما انه الناس لازم تعيد، بما انه الفرح ايضا حق للناس مثل ما الناس بحق لها تاكل وتشرب وتتطبب وتتعلم والى اخره، ايضا من حقها تفرح وتكون مبسوطه. الاعياد هي مجال لحتى نرجع نفرح، لحتى ترجع الابتسامه ترتسم على وجوهنا، وكل حدا منا يعيد بالقدرات الموجوده عنده بالامكانيات الموجوده عنده. العيد مش دائما هو مصاري وصرف واشياء ماديه، العيد بكثير من الاحيان هو جو، هو ابتعاد ايضا عن الماديات. حول عيد القديسة بربارة اللي اليوم بصادف ليلة العيد وللاحتفالات ان شاء الله لحتعم كل بيوتنا، منحاور الاب الدكتور نجيب معقليني. ابونا صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك معنا بصبحيتنا. بدي قبل ما فوت بالقديسة بربارة وبحياة القديسة بربارة وتفاصيل روحية ايضا برفقتك ابونا، العيد رجع السنة ولكن الظروف ما بتسمح يمكن انه الناس كتير تعيد، واكبر دليل الزينة عم تفتقدها شوارعنا، يمكن مظاهر العيد عم تختفي السنة، كيف بتطلع على هذا الموضوع ابونا؟ انا بداية انا بشكرك عم بتقول عيد القديسة بربارة تماما، اليوم للأسف بيقولوا عيد البربارة. البربارة يعني ابتعدوا عن القديس الشهيدة البربارة، يعني كلمة بربارة راحت نحو الأقنعة، احتفال مدني خارجي بعيد كل البعد عن البعد الروح الديني المسيح اللي له. هلأ مثل ما فضلت وقالت يمكن لازم روح خلصت المقابلة، اسم الله ملك المقدمة مقدمة كلها للعيد وأهميته وجوهره، أكيد منا بالإشياء الخارجية، العيد العيد بالإشياء الروحية الداخلية، أكيد نحن منعبر عنه بمظاهر خارجية وضرورية ومناسبة إنه الإنسان كمان هالمظاهر تساعده ليدخل إلى العمق، إلى الداخل، إلى 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 عمق أعماقه، إلى السلام الداخل اللي عنده. هلا الاحتفالات والزينة في الشوارع والأمكنة وببيوت الناس اللي مؤمنين بالعيد ما بيكتفوا بس بالأشياء الخارجية، ولكن هن كمان بيشوفوا الناحية الروحية، الناحية تماماً اللي بتنميهم وبتقويهم وبتعطيهم قوة ليقبلوا الواقع اللي موجود، بس كمان لأنه يغيروا هالواقع إذا كان مظلم، إذا كان سيء، إذا كان مؤذي، هن عليهم أن يغيروا هالواقع تبعهم بطريقة إيمانية تماماً ومثابرة تماماً. وهذا هو العيد، العيد مثل ما قلت نعيده ونعيده بطريقة أفضل وأجدى. صحيح، يمكن كمان هذه الظروف مناسبة لحتى أوقات نبتعد عن القشور، نبتعد عن الماديات ونرجع إلى صلب الأعياد. يعني أنا أشوف أيضا الأشياء الإيجابية بالأشياء اللي عم بتصير. أبونا عيد البربارة، عيد القديسة الشهيدة بربارة، والشهادة صفة لازمت الكنيسة من الكنيسة الأولى وصولا لليوم. يعني الكنيسة تقوم على الشهادة بمحل من المحلات، السيد المسيح الشهيد الأول، بعده الكنيسة الأولى، يعني الإيمان بالشهادة، الاعتراف بالإيمان من خلال الشهادة، وصولا إلى الأحداث الدامجة بالعراق، بسوريا، المسيحيين بكل هذه المنطقة، شهادة مستمرة وملازمة للكنيسة. شو أهمية هذه الشهادة بحياة الكنيسة؟ الشهادة شهادة الدم وشهادة الحياة وشهادة الكلمة وشهادة يكون الإنسان هو شاهد للحقيقة، شاهد للحق، شاهد للقيم، شاهد للمبادئ بتصرفاته وبأعماله اليومية اللي نابعة من تعليم السيد المسيح والنابعة كمان من القيم اللي للأسف اليوم عم نفتقدها بمجتمعاتنا، القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية. مفترض انه كمؤمن مسيحي هو شاهد وشهيد بذات الوقت، يعني شهيد للكلمة، شهيد الدم اذا طلب هالشي لحتى يعبر عن ايمانه وينشر هالايمان، وشاهد لكلمة الحق وكلمة يسوع المسيح، يعني بده يشهد بتصرفاته بأعماله اليومية بعيشه مثل عملة القديسة الشهيدة بربارة اللي هي رفضت عبادة الأوثان، اللي هي رفضت الوثنية مع أنه بي أجبرها أنه تقدم المحرقات للأصنام، هي رفضت، تعرفت على يسوع وهيك قبلت تضحي بحياتها وبي أتلى بإيده أتعلى رأسها
وكانت هالشهيدة ورفضت أن تتخلى عن إيمانها الراسخ والقوي والمستمر، وقدرت هي بإيمانها قدرت توصل الكلمة. لما تعرفت على يسوع المسيح ما قدرت لغير ما تكون هي تلميذة ليسوع المسيح، وعرفت أنه الحياة الأبدية هي بتبلش بالحياة الزمنية على الأرض وحضرتها. فهي هالشخص اللي قدر يعرف يكون شهيد نالت إكليل المجد وإكليل القديسة. تماما أبونا، قديش نحن أوقات عم نمشي الطريق المعاكسي تبع الشهيدة بربارة، يعني ما كان عندها المسيح، فتشت عن المسيح، وجدت المسيح، أحبت المسيح، تمسكت بالمسيح، استشهدت للمسيح. نحن اليوم مسيحيين 2020 عنا الإيمان، يعني وصلت لنا البشارة، الرسالة وصلت لنا، بنعرف عن يسوع المسيح، بنعرف عن هذا الحب المطلق، بتخلى عنه مشان شوية مصاري من هون، شوية شهرة من هون، شوية مجد من هون، الشهادات، تعليم. أكيد إيه. للأسف نحن وصلنا الإيمان، بس الإيمان هو خيار وهو قرار، هو نابع من علاقة شخصية مع الرب يسوع، والإنسان بده يبني هالشي يوم بعد يوم. نحن نورت الإيمان من أهلنا أو من كنيستنا أو من المجتمع، ولكن التعرف بده يكون تعرف شخصي، ونحن لما بنواجه ربنا بده يكون مواجهة شخصية فردية لوحدنا، ما رح يكون معنا حدا، بده يقول له شو عملت أنت، قدي حبيت، قدي غفرت، شو عملت عمل منيح مع الآخرين، قدي كنت شاهد لكلمة الحق، قدي كنت أنت ساطع بكلمة الشفافية، بعيد عن الفساد، عن التسلط، حب المال، حب السيطرة، قتل الآخر، عبادة الشيطان، الشر. هون نحن كمسيحيين علينا أن نكون نور، مثل ما كانت القديسة الشهيدة هي نور وحملت هالقناع الحلو، واللي كنتوا عم تحكوا قبل شوي عن الصورة الحلوة اللي بتضوي، والصورة المتعمة اللي عافيها عطني كمان هي بتأذي للإنسان. فهالشهادة اليوم انه انت تكون مسيحي انت مسؤولية، وهذا خيار انت بتاخده بقى لك مجد له، وربنا بده يحاسبنا على الاشياء المنيحة، فنخاف بس انه بده يحاسبنا على الاشياء العاطلة، وكمان احنا مستعدين انه نحسن ونزبط وضعنا، نتوب ونندم ويقدر يقبلنا توبتنا فارتنا، وهيك بيكون عملنا برحمة، وهيك بنكون نحن نعم. مسيحيين حاملين النور والحق والملح. نعم أبونا، حكيت عن الإيمان التقليدي، الإيمان الموروث اللي نورسه، يعني أوقات ما نحن بنختار، يعني ما حدا اختار أنه يكون هيدي طايفته هيدا دينه، هذا الإيمان التقليدي يعني اللي نحمله بالموروث اللي عنا. وحكيت عن الإيمان الشخصي اللي نحن بنبني اليوم. قداش الدعوة أنه الناس تبلش تفتش عن إيمانها الشخصي بعيدا عن الموروثات، بعيدا عن الإيمان التقليدي؟ هذا عمل مبني وبده يكون ملازم للإنسان، يعني مثل القديسة بربارة كانت عايشة بقصر بيا وسنة، عندها كل شيء، أبنالها أنه هي كانت ذكية، بخبرنا سيرة القديسين، ذكية أديرة، كانت عايشة بهالقصر، ولكن ما عم بتلاقي سبب وجودها، كانت عم بتنبش، وهيك طلبت من حدا يشرح لها شو في بهالوجود، وتعرفت على أحد الأساقفة وفهمها ووعيها، اكتشفت هي وعملت الخبرة الشخصية تبعها واعتنقت المسيحية وتعمدت. فنحن اليوم علينا انه نحن نعمل خياراتنا من خلال الاكتشاف الذاتي، من خلال سماعنا لكلمة الله، لحتى نحن نقدر نعرف نميز، نشيل الأقنعة عن وجنها المزيفة الخداعة اللي هي بعض المرات تخدعنا وبتخدع الآخرين، نطلع بمرايتنا ونقول نحن خاطئين ولكن قادرين نحسن، نحن قادرين نكون أفضل. فهيك القديسة الشهيدة عرفت كيف تنقي الإيمان، ورغم الموت والتهديد والعذاب اللي عذبوها اياه، بيا جلدها وحتى بالسجن ومشوها بالشوارع، وبعدين قطعوا لها رأسها واستشهدت، وما نكرت ايمانها ونكرت الحقيقه وما حادت عن النور اللي سطع على وجهها واللي اضاء الاخرين. فهيك نحن علينا هالايمان الشخصي المبني بده يكون منه على الخوف، مبني على ولا على بعطيني بعطيك، ولا مبني انه يا رب عطيني، اذا ما عطيتني بطل
متفاهمين، وانا ناطر بدي اشياء مادية بحت، ولكن لا، انا بدي خلاص ذاتي من خلال عمل الجيد مع الاخرين. صحيح. مع المساعدة للفقير للمحتاج للمسكين، انا اكون شاهد للفرح للسعادة قد ما بتكون موجودة بمجتمعنا. لما انا موجودة كتير، بس ولكن للأسف بعض المرات سعادتنا منحطها بالمادة بالسلطة، فرحنا منحطه بالبهجات إشياء مادية، إشياء مادية زمنية بحتية وقتية بتمرق بسرعة، ما بتحفر ما بتعلي. أما كلمة ربنا الإنسان الصالح، التعليم السماوية بتعلمنا أنه أنت تكون مساعد للآخرين، هذا بيكون هو الإيمان. تماما تماما. أبونا، أشرت إلى أنه القديسة بربارة تعرفت على أحد الأساقفة اللي دل على طريق المسيح. بعتقد هون العبرة واضحة بموضوع المرشد الروحي بحياة المؤمن. قديش المؤمن محبز أن يكون في مرشد روحي بيرافقه بحياته؟ أكيد. أول شيء أنا بدي أبحث، لما ببحث عن الحقيقة وين بدي نبش عنها؟ ما بدي روح نبش عنها للأسف بالنفايات أو بمحل الشر أو بالكذا، ربما هونيك لقيها كمان. بس أنا كمان بدي استنير، بدي أقرأ، بدي طالع، بدي أبحث، بدي أقبل النصيحة، بدي أقبل المشورة. هيك أنا ساعتها بعمل خياراتي. لما بكون عندي عدة خيارات قادر أنا أعمل خيار الشخصي. لما أنا بتعرف على الحياة وعلى صعوباتها ومشاكلها، على الفساد للأسف اللي فيها وعلى الأشياء الحلوة اللي فيها، علي أنا أختار اللي بيناسبني واللي بدي يخلصني وبدي ينجحني. هو أنه الإنسان بحاجة مثل ما تفضلت لمرشد، لمساعد، مثل بالحياة في مرشد اجتماعي، مرشد نفسي، هاي كمان في مرشد روحي بيقدر الإنسان يتكل عليه ليقدر يعمل خياراته وتكون خياراته صحيحة، ويقدر هو يعطي سمار من خلال هالخيار اللي عمله. ما بيكفي نحن نعمل خيار بعدين نندم، بده ننميه يوم بعد يوم. صحيح. مثل الزواج، كل جمعة بنقول نعم بأنه في ظروف وصعوبات بتعاكس هالزواج، بدون كل يوم نعم بدي جدد أنا. وهيك بإيماننا كل يوم قدام يوم، خاصة قدام التجارب والصعوبات والموت والجراحات والألم والمرض، بعد مرات بطرح أسئلة، وينك يا ربي؟ أنت مش معي، ليه عملت فيي هيك؟ فهذا الإيمان ببين قدام الصعوبة. صحيح. قدام المحن، قدام العذاب. صحيح. يعني هذا هو الاختبار الأساسي لفعل الإيمان، قديش الإيمان بيكون راسخ وثابت وقائم فعلا على هذه العلاقة الشخصية والوطيدة. أكيد. نحن مع الرب يسوع بدنا نشيل أقنعتنا، بدنا نكون على حقيقتنا. اليوم نحن هالأقنعة اللي يمكن تتداول بالمجتمع للأسف، والديسي الشهيدي بربارة منه لا عم نستعمل الأقنعة. تماما. هلا مثل ما قلت بداية الحديث أو ما قالت، أنه ولدت بالجيل الثالث القديسي بربارة بمنطقة تركيا نيكوديميا، وفي قسم بقول بالتاريخ أنه ولدت ببعلبك المدينة الفريقية. اتفاق تاريخي على وفي اتفاق تاريخي بالكنيسة الشرقية بتعيد ب 17 كانون أول، والكنيسة الغربية بكرة بأربعة كانون الأول. كان توحد عيد القديسة بربارة بين الكنيستان، يعني اليوم أقله بالممارسة، يعني بالممارسة. أكيد. بالممارسة بالتقاليد والعادات. فهالقديسة اللي هي عرفت كيف بدها تواجه وعرفت كيف بدها تشيل الأقنعة، وهالأقنعة يعني نحن الخبرية بتقول قصة أنه هربت من بيا الوالي، عملت سواد لوجهها بين السنابل القمح حتى ما يقشعها. وما نقول كمان بذات الوقت هالأقنعة ظهرت لما كان يعذبها بيا ويتشوه وجهها، تنام عشية بيجي الملاك، يجي الرب يسوع عليها يظهر لها ويشفيها، يتغير وجهها. رجع كمان لما مشيها بيا بشوارع المدينة عريانة، اجت غيمة وغلفتها وحمتها. وهذا هو القناع. معناتها اليوم انه هالوجه الحلو، الوجه البشوش اللي بدنا نظهره، الوجه الحقيقي اللي نحن اليوم بحاجة له، لانه مجتمعنا اليوم ما بعرف شو عم بيعمل وكيف عم بيتصرف. انه نفتكر اذا حط اقنعة في أقنعة وقتية راح تفيده، ما راح تفيده. الحقيقة بدها تبين، والحق راح ينتصر، والحقيقة هي واضحة. علينا نحن نسقط الأقنعة المزيفة ونهدمها، ونهدم الأصنام بقلوبنا. نحن نهبل أصنام بعض المرات، ونهبل أصنام لحالنا، من المراكز، من المال، من السلطة، من التحكم بالآخرين. هودي أصنام بداخلنا وبخارجنا، نحن علينا نكسرهم من داخلنا وبخارجنا. صحيح. ونتمسك بوجه
نحن الحلو عند شوش مثل ما الله خلقنا على صورته ومسيره. نعم. يعني معناتها في فرح وفي امل. نعم. وهيك بنتمنى انه يكون العيد هيد كله يحمل فرح وامل فرح لهالناس ونهيد مش بس بالقشور، ندخل لعمق اعماقنا ونقول السلام، السلام الداخلي هو بيحيينا والرب يسوع بيعطينا القوه وبيخلصنا. تماما تماما. ابونا هون يعني قلت لي بالجيل الثالث، يعني القديس بالبارة بتنتمي الى الجيل الثالث بعد المسيح، اي متى بلش التقليد؟ يعني اي متى اعلنت قديسه؟ في تواريخ واضحه؟ بتعرف نحن بهديك الاجيال ما كان في اعلام مثل اليوم. يعني الكنيسه تعلن ما في نفس البروسيدور، كان الناس يقولوا عنه قديس. وبتعرف اليوم بالديانه بارياف اذا بنرزخ 100 سنه ولا بيقولوا ادمي قديس ما في مثله، خلص هو يفرض حيله على الاخرين. وهي بالنهايه لما استشهدت وماتت صار في عندها تعمل اعاجيب مع الناس، وهيدا اعلنوها قديسه والناس الجمهور يعلنها، وهون ايمان الناس بيعلنها لقديسه. فهالقديسه بقت لتشوف من الجيل الثالث قد ايه بقى اليوم، ونحن نحتفل بهالعيد على امل نحن ما ناخذ العيد لها بس مظاهر خارجيه. المظاهر الخارجيه بتساعد عندنا كمان لحتى نحن نعيش كمان بالداخل، عيش روحانية العيد. مهم المظاهر الخارجية لتوصلنا الى 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 الجوهر. ابونا انا بتمنى لك ان شاء الله عيد مبارك لك، وشكرا لوجودك معنا بهيدي الصبحية، وان شاء الله الايام اللي جاية بصلواتك وصلوات كل الاباء. نحن بهمنا بمجتمعنا اليوم اللي بحاجة انه نشيل الاقنعة، ننزع الاقنعة المزيفة، وما نكون على حقيقتنا مين ما كان يكون بهالمجتمع. خاصة نحن عم نتألم، عم نعيش بألم كبير، ساعدونا حتى نخلص ونعيش حقيقتنا. الأب الدكتور نجيب بعقليني أهلا وسهلا فيك معنا، شكرا لك، شرفتنا أبونا، أهلا وسهلا فيك. تسلم. مشاهدينا نحن وياكم رح نتابع ببرنامجنا مع فعلا هيك رح نحاول ننقلكم اجواء عيد القديسة بربارة، ونتابع اغنية بعتقد لسيدي صباح. وهاش لي بربارة
يعني مع هالاغنيه اللي بتخلد هيدي الذكرى، ومع سيده كل ما بنسمع صوتها بنبتسم، بنرجع للفن الحلو، بنرجع للايجابيه يلي قدرت تنشرها، وبنرجع كمان بهالفتره للفن يلي كان دائما عنده هدف، عنده براءه، عنده عشق لحتى يقدم الافضل بزمن ذهبي. هالزمن الذهبي منه أبدا بعيد عنا، لأنه بعد الفن بألف خير طالما في أصوات ذهبية قادرة توصل رسالة فن لبنان الحلو لكل وطن العربي لبل للعالم كله. بس نحكي عنها، بنكون عم نحكي عن فنانة ملتزمة بهوية الفن الجميل، عن فنانة استثنائية بعطائها بشغلها، ما بتساوم على النوعية والكمية إلا ما دائما مساومتها الوحيدة لحتى تقدم الأفضل، لأنه هي الأفضل، هي كاهنة المسرح وهي ضمير الفن الأصيل. الفنانة جاهدة وهبي، صباح الخير. صباح النور. شكرا شكرا على هالكلام الحلو. صباحا. شو أخبارك؟ الحمد لله، يعني مثل كل حال أهل هالبلد هيك عم نشوف الامل جاي من بعيد وعم بطل شوي شوي ان شاء الله باذن الله. اكيد يعني هيك لبنان بيكون بافضل حالاته طبعا ان شاء الله. طبعا جاهدة، كيف تحضيرات لليلة؟ ليلة ضمن فعاليات بيروت شانس رح تكوني موجودة بمرمرون الجميزة، خبريني. تحضيرات كثير منيحة، نحن عم نعمل بروجيت لنا كم يوم، صح، محضرين برنامج كثير حلو للناس. طبعا يعني هو بيروت شانس بضم عدة حفلات، بس نحن حفلتنا عم تضم عدة تيمات مثل ما بيقولوا. في عنا تيمة الميلاد اللي هي كلنا نتمنى ان شاء الله يعني بنعيد على الجميع بألف خير، اللي رح يكون في ترانيم ميلادية جميلة جدا. ممزوجة ايضا مع صوفيات جديدة لأول مرة انا بغنيها على المسرح من ألحاني، وبالتأكيد رح يكون في تراتيل يعني من الطقس الماروني من السرياني، وفي ابتهالات إسلامية حتى عاملين يعني هيك خلطة بتمثل كل هيك التطلع للآخر بكل رحابة وبكل حب، العيش المشترك اللي نحن يعني بنقول إنه هذه رسالة المهرجان بالنهاية، انه يجمع الناس كلهم على المحبه بزمن هذه الاعياد، بهذا الزمن اللي احنا بنعيشه اللي هو فيه صعوبه حقيقه. ان شاء الله كمان يعني رساله المهرجان مهمه كثير، انه الثقافه مش طرف، هذه اهم شيء، انه الفن بالعكس هو مكون اساسي للمجتمعات تنهض بحالها نحو الاحسن والامثل والاقصر. جاهدة، اليوم بيروت شانس مثل ما ذكرت هو سلسلة من الكونسرتس اللي رح تكون ممتدة على مساحة بيروت خلال هالفترة تحضيرا لعيد الميلاد المجيد، الليلة الساعة 8 المساء بمرمرون الجميز، الموعد معك واكيد بطريقة مجانية، يعني بس لازم يكونوا على 8 الا ربع لانه الكونسرت ببلش على الـ8. مين بيجي قبل بيسبق. صحيح، first come first served، يعني اللي بيوصل قبل بيدبر حاله وبيقعد. حكيت عن الريبرتوار يلي هالقد بحكي هالفترة الحساسة من وطننا، وريبرتوار يلي بحكي كمان ترانيم يلي الناس معود تسمعها بهيدي الفترة، وايضا ترانيم خاصة وموشحات وألحان لحضرتك. قدي أوقات في صعوبة بتركيب وتجميع ريبرتوار باختياره جاهدة؟ أكيد ريبرتوار مثل هذا في صعوبة لحتى تقدر تجمع الألحان كلها تجمل مع بعض المواضيع، خاصة أنه أنا بغني الصوفي، والصوفي شوي بعيد عن الدين إذا صح التعبير. نعم، فمنحاول انه نجمع مجموعة من الأغاني ومن الترانيم والابتهالات تكون كلها فيها المهم يكون فيها هذا الفكر اللي هو التأملي بين الوجود وبالله يعني غائية وجود غائية الإيمان إذا بدك، والتعمق بفكرة وجوديتنا وجودية الإنسان علاقته مع الآخر مع المواطن مع الله. يعني بكل حتى الأغاني الصوفية أو الابتهالات اللي أنا شفتكم كلها بإطار واحد، ما في كتير تطرف مثل ما بيقولوا. حتى الأجواء الفنية أنا بحب أكتب هون الفنانين
نحن للظروف اللي عم بمر فيها البلد اضطرينا انه نظبط الفرقه بالاتفاق مع اداره المهرجان. بس في معنا ما شاء الله يعني استاذ لوكاس صقر على البيانو اللي هو من المسيين كثير مخضرمين وشاطرين عندنا، وايضا ثاوي خليفي اللي هو كمان فنان كثير مهم على التلو. صحيح. عم بيشاركنا مع ايميل على الايقاعات معنا كبرى كذلك. بس هل مع الموسيقيين يعني عم نجرب خلقنا جو كثير كثير حلو، بتحس انه في الاغاني مع انه كل اغنيه او كل ترنيمه او كل ابتهال جاي من مكان، حتى في ترانيم وابتهالات قديمه كثير عم اقدمها. طبعا كلها كتبناها بجو كثير جميل ما في شك الناس إلا ما في شك. مثل دائما بحفلاتك وبالكونسرتس دائما بيكون في سحر خاص ورونق خاص. ختاما جاهدة، في شيء عم يتحضر لختام هيدا السنة أو يكون ريليس لمطلع السنة الجديدة؟ يعني نحن أنا مش من زمان طلعت أغنية جديدة للأعياد. على السنة يعني في فكرة مني تنشوف قداش رح يستنينا إنه نحضرها بهالأجواء. إذا ما تحضرت السنة الجاية في عنا ريليس جديد كمان ألبوم كامل رح يكون مع الأخوين خليفة ساري وعياد خليفة. أنا سجلت الألبوم أوريدي بفرنسا. نعم. هلا مطولين بينا شوي وحتى نكون قطعنا هذه المرحلة أكيد، لأنه بعض أرض نظر يعني مشان كمان ياخذ حقه، مش من زمان طلعنا أرض نظر. طبعا ان شاء الله بنوعد الناس مع السنه الجديده بيكون في اقبال جديد، ومن لكم بنقول لكل المستمعين انه ناطرين من اليوم الساعه 8 بكنيسه مرمى دون الجنازه، وبنتمنى لهم سنه كلها فرح وامل يا رب كل شيء حلو. اكيد جاهدة، انا بشوفك الليله موفقه اكيد، وشكرا لمداخلتك ولوقتك معنا بصبحيتنا الفنانه جاهدة وهبه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا، لكان نحط عندكم هالموعد الليله بكنيسه مرمرون بالجميزه الساعه 8 المساء، جاهدة وهبه ضمن فعاليات بيروت شانس بتكون عم بترنم الميلاد. ونحن بنفوت على فاصل أخير بحلقتنا، من بعده منروح للقائنا الأخير مع دكتور موسى شرف الدين وجمعية أصدقاء المعوقين بلبنان. بريك ومنتابع نو زابينج، خليكن معنا. مشاهدينا، نحن وياكم بالقسم الأخير من صبحيتنا اليوم مع احتفالا باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن بدنا ناخذ الموضوع لحتى نقول أشخاص أصحاب الهمم، الأشخاص ذوي الاحتياجات المتميزة، لأنه كل واحد منا عنده تميزه وعنده إعاقته الجسدية أو النفسية، ولكن الفرق أنه هذيك الأشخاص إرادتهم هالقد صلبة، هالقد حاضرين بمجتمعنا اليوم. وأكيد في كتير من الجمعيات عم يهتموا لحتى يكونوا عم بيساعدوا هالأشخاص بحضورهم بالمجتمع، عم بيساعدون لحتى يكونوا عم ينموا على كافة الأصعدة الاقتصادية السياسية الثقافية، وحضورهم أيضا ضمن دمجهم بهذا المجتمع الأوقات ما بيكون سهل أبدا. بتفاصيل إضافية مع جمعية أصدقاء المعوقين بلبنان بنتوقف مع هذا الموضوع مع دكتور موسى شرف الدين. صباح الخير. أهلا. صباح النور. أهلا. بداية بتوجه بالتهنئة لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة بلبنان وعلى بالمنطقة العربية وبالعالم، وأسرهم بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة. بتمنى أنه يمر العام القادم أو اليوم القادم بوضع افضل مثل ما العادي. يعني نحن من وقت اللي نشأت فكره اليوم العالمي للاعاقه عام 93، صحيح، عندما اصدرت الامم المتحده شو كان الهدف منا استاذ وكيف تطور الهدف منا كان بال 82 صار في برنامج عالمي 1982 برنامج عمل عالمي للاعاقه ما تحقق كليته بال 93 عقدت الأمم المتحدة وأصدرت القواعد النموذجية للمشاركة التامة والمساواة بيوم 3 ديسمبر 1993، واعتبر هذا اليوم هو اليوم العالمي للإعاقة. في كمان 13 ديسمبر هو يوم
اطلاق او اتفاقية دولية حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، تاريخان قراب من بعض، ولكن اليوم العالم الاعاقة يرتدي نموذجية، يرتدي رمزية مهمة لكيفة الاشخاص ذوي الاعاقة بالعالم، لكيفة المجتمعات والجمعيات. العنوان السنة للسن العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، عنوانها اليوم هيدا ب 2019 الدمج يمكن الجميع، يعني الاندماج يمكن الجميع بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني اليوم على مشارف 2020 شو أهمية هيدا العنوان وكيف ضروري يتطبق، مش بس يضل كلام أو خطابات عم تنقال بالعالي؟ ليك كل عم يصير تقدم بس طفيف كل سنة، بيتراوح بين دولة ودولة، بين إمكانيات وإمكانيات، وخاصة الدول الصناعية وتيرة السرعة عندهم أكثر بالخطوات نحو الاندماج والدمج. بلبنان بالدول العربية عم نخطو، ولكن مش بالطريقة اللي ممكن كتير، ممكن نعمل هالشي بشكل أفضل كتير لو في سياسي ولو في إيمان بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة. للأسف لحد هلأ بعد الاعتراف بقدرات وبكرامات الأشخاص ذوي الإعاقة محصور بحدود العمل الخيري والعمل التطوعي والعمل الإنساني والمساعدات. لحد هلأ ما وصل لمرحلة يعترف بالأشخاص ذوي الإعاقة، يعني مختلفين مظبوط، ولكن مختلفين غصب عنهم. يعني نعترف بالاختلاف، تمام، تعترف بالاختلاف إذا كان الشخص المختلف عنك مش غصب عنه بإرادته. الأشخاص اللي عندهم إعاقة غصب عنه مختلفين، مش مختلفين، هم مش مختلفين مع حدا، الكل مختلف معهم، هم مش مختلفين مع حدا، هم بيتمنوا يكونوا مثل الآخرين لأن عم يشهدوا. النقطة الثانية أنه ما حدا قدران يتصور ويتخيل له أنه في بالمجتمع أنواع بيكملوا للمجتمع، والأشخاص ذوي الإعاقة مكملين بتكوين مجتمعات، مكونين لهالمجتمع، وليسوا نقطة ضعف أو نقص أو ما بعرف شو، بيخسروا المجتمع. المجتمع بحاجة لكل مكوناته، والمكونات على تنوعها بيبني المجتمع. كل ما نحن تحدثنا عن الأشخاص ذوي الإعاقة فورا بلك حاجات، همم، قدرات، خلينا هو تنوع اجتماعي، مثل ما في واحد طويل وقصير وصغير وكبير وعيونه زرق وعيونه خضر وأشعر وأسمر وأصفر ليه ما بتصور شو يوم إن واحد بدل ما يلبس صباط يكون عنده صباط مدولب، يعني عربي هي شكل أداة الثقافة اللي عم تحكي فيها، هذا الانفتاح الحلو، هذا الثقافة الحلوة جدا ببعض الأحيان بنفتقدها للأسف بمجتمعاتنا. وبرأيك كيف العمل لازم يكون لحتى ننميها أكثر وأكثر؟ ليك يمكن التشاؤم صدر بلبنان، احنا 17 فريق أو 17 أو 18 طائفة، نعم، في اختلافات وتنوع بيناتهم، بس عم بيكملوا بعضهم، عم يعملوا بلد. الأشخاص ذوي الإعاقة بالعام اللي هلأ عددهم حوالي بليون شخص موجودين حول العالم، و 80% منهم بالدول النامية بالدول الفقيرة، و 20% بالدول الصناعية. حتى بالدول الصناعية ال 20% لحد هلأ عم بيعانوا من ضعف بالاستجابة لحقوقهم حتى بأرقى دول العالم. طبعاً حتى كلمة الدمج كتير كلمة حلوة وممتازة، ولكن دمج مسار، دمج مش كبسة زر، دمج. وفي حرص هلأ بسياسات الدول على استحداث مسار دمجي وسياسة دمجية بين مختلف الوزارات واختار الإدارات السياسية والاجتماعية والصحية والتربوية والتشغيلية والسكنية والمالية والرياضية والترفيهية.
يصير في مسار دمجي، أن تستحدث آليات بأن يكون كافة الخدمات المتاحة للآخرين متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا أنا كيف ترجم هذا الموضوع اليوم باحتفالية اللقاء اليوم حول الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة؟ راح نشوف صور على كل حال. أنا جميل أصدقاء المعاقين حتبلش تعرض صور هلأ شو عم يحدث في هذه اللحظات بهذا الأثناء. بلبنان نحن حوالي 112 جمعية بتعاطوا بمجال الإعاقة، منهم 102 جمعيات بتعاطوا بتقديم الخدمات، البقايا بتعاطوا بنشاطات بسموها نشاطات دفاعية، نشاطات مناصرة، نشاطات دمج مع الأشخاص يعني بشكلوا أشخاص ذوي إعاقة. 102 من الجمعيات اللي أنا منهم، لأن رئيس اتحاد جمعيات الإعاقة العقلية هي 36 جمعية بنقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومنناصر حقوقهم هم وأسرهم عبر برامج وسلسلة نشاطات خلال السنة تبدأ بتربية بتدخل مبكر واكتشاف تدخل مبكر، ثم برامج تربوية أساسية، بعدين تكميلية، بعدين مهنية ما قبل مهنية، بعدين مهنية، بعدين تشغيلية، بعدين نسعى مع الوقت إلى توفير ما يسمى بالسكن المستقل عبر الخدمة الاجتماعية وعبر ما يسمى بـ Outreach Services، يعني بيكونوا الأشخاص اللي عندهم إعاقة بيقطنوا بمساكن منفردين بعيدين مش بدون أهلهم بالمناطق السكنية التي هم يتبعون لها اجتماعيا طبعا يعني كل متخصصة لتسهيلات لا مساكن يعني أولاد ثلاث أشخاص شباب وصبايا مثل SOS بالضبط بيقعدوا من الأشرفية بيقعد بشقة بالأشرفية ثلاث أشخاص مع واحد من الجمعية بيرعى شؤونهم وبساعدهم لمتابعة شؤونهم وهن بروحوا كل يوم على شغلهم وبيرجعوا وهن بحضروا أكلهم بحضروا كل شيء تبعهم. شو أهمية هالتحرك اللي عم نشوفه هالمطالبات هالحضور كمان اليوم؟ التحرك اللي عم نعمله بهاليوم بال 102 جمعيات في تحرك ضخم هلا ببكركي حاليا عم يصير عم ينقل على شاشات تانية هو عبارة عن نقل صورة 12,000 تلميذ بهالمؤسسات اللي مهدد مستقبلهم بالإقفال بالظلام بالإقفال يعني جمعياتنا اللي احنا 102 جمعية لأن ما تلقينا ولا قرش من الدولة من أول 1/1/2019 عادة العقود مفروض تتوقع بأيلول شهر أيلول بالسنة اللي قبلها يعني هلأ مفروض تكون أوريدي موقعين العقد 2020 ترميل 2020 ولكن بعد ما في شيء موقع 2019 2018 وقعناه بآب 2019 بالضغط وبالدفش وبالحملات طبعا مع الوزير الشؤون الاجتماعية ساعدنا ساعد مدير العام الشؤون الاجتماعية اللي هلأ عامل مبادرة بأنه يعمل سلفي للجمعيات بحيث ترد هالسلفي 60% من مستحقاتها تردها بعدين هني يوقعونا العقود حتى يطلعنا مستحقات يعني هني موجودين نحن بضيقة مالية يعني من 4-5 أشهر سكر جزء من الكفاءات من أسبوع سكر 90% من مؤسسات وجمعيات وخدمات الكفاءات مهددين هلأ في 7 جمعيات ومؤسسات ضمن 102 جمعية بدي سميهم هن من هلأ لأسبوع حيقفلوا كل جمعيات 102 بالاتحاد كله اللي هن إعاقات سمعية وبصرية وحركية وعقلية كلهم هذي نسبة كبيرة منهم يمكن تسكر بواحد 1/1/2020 إذا ما استلمت مستحقات علما بأن مستحقاتنا نحن وفق نظام واستحداث وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1998 يأتي بأحد بنوده أنه تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية كلفة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاقد مع جمعيات القطاع المدني لأنه الدولة ما عندها مراكز تقدم خدمات برسوم وتكلفة تتحدد بموجب مؤشر سعر الغلاء لذلك العام كيف تطور عملكم دكتور شرف الدين مع جمعية أصدقاء المعوقين يعني مع كل هالأشياء المهمة اللي عم تذكرها يعني ما بين أول انطلاقتكم واليوم مع كل هالتحدي اللي كان عم بيزيد سنة بعد سنة ويوم بعد يوم؟
نحن الحمد لله نحن عم نشتغل ونتقدم سنة عن سنة من سنة 78 لحد الله يعني نعم. سنة هلأ 41 سنة عنا سنة الماضي احتفلنا بالسنة بال يعني على أبواب 42 عام 42 صحيح يعني وتقدمنا نحن بلشنا بمركز صغير بشملين ب 78 ب 78 نعم بعدين نقلنا محل 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 إنا وصلنا إلى المشرف اللي هي مدرسة إعداد عملناها مدرسة متعددة الاختصاصات يعني فيها اكتشاف الدخل المبكر فيها تربية أساسية فيها كافة العلاجات الفيزيائية والتشغيلية والنفسية والنطقية السمعية العلاج بالفروسية العلاج بالرياضة يعني العلاج بالهيدروثيرابي يعني بالماء وعندنا كمان قاعات مجهزة ب 3 دايمنشن السينما ثلاثية الأبعاد عندنا قاعة مميزة اللي هي بالتربية والتعليم عن طريق الألواح الذكية والتاتش سكرين عندنا سنوزلين طبعا وحدة كتير مهمة وعندنا النشاطات اللي بتصير يومية عن طريق بالرياضة وبالمسرح وتعاون مع الجامعات اللي موجودة بالمحيط تعاون مع المدارس الموجودة بالمحيط اليوم دكتور مين المستفيد من خدمات هذه الجمعية؟ المستفيد الأول شخص كم يعني كل سنة أدال عدد هل هو على تزايد على نقص كيف عم تبقى؟ بلشنا ب 38 تلميذ هلأ عنا 130 وعنا 35 تلميذ من اللاجئين السوريين حاليا على حساب وفي قدرة استيعاب 160 تلميذ على 170 تلميذ عنا نعم عنا قسم داخلي مجهز من مجاميعه ل 60 تلميذ ولكن نحن ما عم نستعمله للداخلي لأنه بنأمن أنه خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البيتية المفروض تكون ضمن أسرته ومع عائلته طبعا نحن نستقبل بالقسم الداخلي فقط المخيمات الصيفية المخيمات الترفيهية وتكون عندنا مؤتمرات لأن عندنا مركز مؤتمرات مهم متطور في قاعة محاضرات وعدة قاعات صغيرة مجهز بكل ما يلزم من تقنيات صوتية وسمعية ونستقبل ساعات الضيوف بنيموا عنا يومين ثلاثة أربعة لمدة المؤتمر اللي بتصير عنا على فكرة شغلات مهمة بخلال السنة نحن ننظم دورات تدريبية ونستقبل ضيوف عالميين وندعي جمعيات تانية لا يتزودوا بالثقافات بالعلوم بعدين نحن قضية المواد المادية كتير مهمة يعني مثلا طبعا. نحن عنا مصروف بالسنة 1,500,000,000 ليرة بيجينا من دولة منهم حوالي 800,000,000 ليرة وكل الايفنتات اللي بتنعمل مساعدات 700 مليون جيم جيمون ايفنتس طبعا من اشخاص قريبين واصدقاء في شيء عم يتحضر هلا على ابواب ولا كان عندنا ب 13 شهر المفروض الكريسماس بازار ولكن نظرا للظروف نظرا للظروف الراهنه عندنا بده يكون بعد فتره صبحيه وعندنا قاعه او فينيو يعني موقع لاقامه حفلات واستقبالات الغداء السنوي والعشاء السنوي عندنا بحديقة الجمعية اللي هي حديقة كنا سابقا نعملها بحدائق قصر سوسق سنة أو السنة اللي قبل الماضية والسنة الماضية عملناها بحدائق الجمعية بندعي كمان لتنظيم حفلات وأعراس وهذا موقع مجهز بكافة مستوى طبعا والهدف منه دعم طبعا يعني دعم الأهداف لهذه الجمعية وبنحيي هلا يمكن بهالمناسبة الأسبوع الجاي رايح على أستراليا أنا بحيي مؤسسة الإمام الحسن عليه السلام وصاحب العصر على إقامة تنظيم جالا دينر أو حفلات تبرع ومزاد على بضاعتنا بملبورن بالجولف كلوب بمدينة ملبورن ب 14 ديسمبر 14 كانون الأول بأستراليا نعم بأستراليا و حيصدر عنهم يعني يهدف هذا الى تغذية صندوق الجمعية لمساعدة الاولاد ومناصرة حقوقهم وبدنا نتزود بتقنيات حديثة بالهيدروثيرابي بالعلاج بالماء هذا موعودنا فيه وانا ان شاء الله
ب 12 الشهر متوجه على استراليا للمشاركه انا وغيري من اللبنانيين. موافقين. على كل حال دكتور موسى شرف الدين وشرفنا اليوم بصبحيتنا، ان شاء الله دائما بنلتقى لحتى نكون عم ننبض انسانيه مثل الهدف تبع جمعيه اصدقاء المعوقين بلبنان، وكل الحب لكل متميز، لكل معوق، لكل انسان مختلف بهالمجتمع، لحتى نكون عم نتقبل بعضنا ونظهر بوطن جديد وحلو. شكرا لحضرتك. شكرا كثير. شكرا. اهلا وسهلا مشاهدينا، مع هاللقاء بنوصل لختام صبحيتنا. انا بشكر متابعتكم، اللقاء بيتجدد بكره، بلتقى فيكم بصبحيه جديده بتمام الساعه 9 صباحا مباشره عبر شاشه تلفزيون لبنان. نهار حلو ايجابي ممتع، نهار فيه من السلام الداخلي وسلام حوالينا بتمنى للجميع. وما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم، اكيد بعد في وقت. الى اللقاء.